أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل محاضرات لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أوريش. النهاردة بإذن الله عندنا محاضرة ريفيجن على النيرف، ودي المحاضرة الأولى. والنيرف ده من الموضوعات المهمة لفهم أجزاء كثيرة في الفيسيولوجي، خاصة المتعلقة بالسيركوليشن ومتعلقة بالنيرفس سيستم. فأنا عاوز تركزوا معايا في النيرف ونتوقع الله ونبتدئ الخطوة الأولى. الجزء الأولاني يا أولاد هيبقى عبارة عن يعني هيستولوجي، تداخل ما بين الهيستولوجي والفيسيولوجي، لكن معلومات بتجيلكوا في المالتيبل تشويس كويشنز أكثر منها نظري، فعاوز تركزوا فيها، لأن النيرف كأسئلة نظري ما فيهوش غير 7 أسئلة فقط، هما 7 فقط، إنما الباقي إم إس كيو. بس إحنا زي ما قلنا نمرة الإم إس كيو هي نمرة الأكثر. فنتوكل على الله ونبدأ النيرف. الأول في معلومة مهمة أحب أقولها لكم، إن النيرفز والماسلز هما الموست إكسايتابل تيشوز عندنا في الجسم، يعني أكثر الأنسجة قابلية للإكسايتابيلتي اللي هي الإثارة هي النيرف والماسلز. دي معلومة مهمة، دول الموست إكسايتابل تيشوز. فنتوكل على الله ونبتدئ الجزء الأولاني زي ما قلت لكم، مش نظري، مش عاوزك تحفظ، عاوزك تعرف المعلومات بس، المالتيبل تشويس كويشنز. فعندنا النيرفس تيشو بيوجد فيه 2 تايبس اوف سيلز، يوجد نوعان من الخلايا. خلاص، النوع الاولاني اللي هو اسمه النيورونز، الخلايا العصبيه، وهي عددها في النيرفس سيستم بالتريليونز، يعني اعداد رهيبه جدا. ده النيورونز او بنسميها النيرف سيلز. تعرف لي المالتيبل تشويس 3 معلومات خاصة بكلمة نيرونز. اولا، النيرونز هي الستراكشرال يونت اوف سنترال نيرفس سيستم، ستراكشرال يونت، وحدة التركيب للجهاز العصبي، عشان ما تلخبطهاش مع سؤال الفانكشنال يونت اوف نيرفس سيستم، قلناها المحاضرة الماضية في الانترودكشن، اللي هو الريفلكس ارك، قوس الانعكاس. النيرون هي الستراكشرال يونت. تاني حاجة انها ستاتيك، يعني النيرون اللي هتفقدها في مسار الحياة في الأدلتود مش هتقدر تعوضها، وقلت لا يوجد إلا ما مش موجود عندنا غير نوعين من الخلايا هما الاستاتيك، لا يمكن تعوضهم، ما تفتكرهم اللي هما تنساهم، أسف، النيرف and muscles، دائما افتكرهم، النيرف والmuscle cells هما بس الاستاتيك، فيما عدا ذلك الباقي كله dynamic. لو جالك في الام اس كيو ان النيرونز ار سيكريتوري سيلز، اوعى تغلط، دي اجابه صحيحه، لان هما بيسكريت الكيميكال ترانسميتر هنا، بس مكان السكريشن ما هوش تيبيكال، يعني غالبا الخلايا الافرازيه بيبقى الافراز في السيل بودي، انما هنا الافراز في نهايات الاكسون. يبقى الثلاث كلمات، وحتى مصادفه جميله ان ثلاثه بحرف الاس والثلاثة بيجوا ام اس كيو. نقولهم تاني في عجلة، النيرون هي الستراكشرال يونت، اجابة صحيحة، اوف نيرفس سيستم، نوت الفانكشنال يونت. نيرونز ار ستاتيك، نوت دايناميك، دايناميك غلط. نيرونز ار سيكريتوري سيلز. طيب، يبقى ثلاث كلمات في الام اس كيو مهمة. نيجي التيبيكال نيرونز بتتكون من 3 ميجور بارتس، من 3 اجزاء اساسية. سوما، ومعناها الجسم الخلية، اهي ده السوما، وده عبارة عن البروسيسنج سنتر، يعني مركز المعالجة التلقائية، بيعالج ايه؟ يعني كل الاشارات العصبية اللي بتجيله بيعمل ليها تطوير، يا يمررها يا يوقفها يا يقويها، يبقى معالجة، يبقى ده مركز المعالجة. السوما في الام اس كيو ده البروسيسنج سنتر. طيب، نيجي بعد كده طالع منه الدندرايتس، الاهداب دي في الاغلب الدندرايتس تبقى كتيره، لكن ممكن يبقى فيه دندرايت واحد. انما انا عاوز اقول لكم حاجه مهمه جدا في الام اس كيو، ايه اللي يخليني اقول ده دندرايت وده اكسون؟ حاجه واحده بس، مش ان دول كتار
وقصيرين والأكسون طويل واحد. لا ممكن العكس تمام زي ما هنشوف. أهم فرق في الام اس كيو انه الدندرايت دي بتجيب الإشارات العصبية ناحية السومة، يبقى تور ذا سومة، يبقى بتكوندكت الأكشن بوتنشلز تور ذا سومة، إنما الأكسون كوندكتس الأكشن بوتنشلز أواي فروم ذا سومة. يعني اللي بيجيب الإشارات العصبية ده دندرايت، اللي بيوديها يبقى ده أكسون. طيب الدندرايت دي تعادل إيه؟ الأنتنة اللي هي الأريال. إيه وظيفة الأريال؟ بيزود الأريا أوف ريسبشن، بيزود مساحة الالتقاط أو الاستقبال. طيب نيجي للجزء الثالث وهو الأكسون. الأكسون أحب النظام جدا يا أولاد، بيجينز بالأكسون هيلوك. هيلوك يعني بروز، حتة بارزة كده، ودي في سنة تانية بإذن الله هنقول إن دي الموست اكسايتابل بارت أوف نيرون، أكتر حتة حساسة في النيرون هي الأكسون هيلوك. طب وبينتهي بإيه؟ إنز بإيه؟ بحاجة اسمها السينابتيك نوبز. نوب يعني زي ما انت شايف انتفاخ كده، او يسموها تيرمينال باتوم. باتوم يعني زي الحبة كده، وهي فعلا شكلها حاجة منتفخة زي الحبة، ودي اللي بيتخزن فيها الكيميكال ترانسميتر. طيب دي مكان الالتقاء مع الخلايا الاخرى او مع الاورجانز الاخرى اللي هي السينابس. قلتلكوا كلمة سين يعني التقاء وصلة، فدي الاريا اوف سينابس. طبعا اللي قبل السينابس هنسميه بري سينابتك، اللي بعدها هنسميه بوست سينابتك. الاكسونز اهو شفتوا زي ما قلت لكم سمتايمز بيبقى شورت، ده لو انتهى عند خليه عصبيه اخرى، وان ات اندز اون انذر نيرون خلاص. انما لما ممكن يبقى لونج زي الاكسون اللي راح يغذي ماسلز، وقلنا المصل ست انواع فاكر، سكيليتال كاردياك اند سموث، او جلانز، والجلانز نوعان، يا اكسوكراينال لها داكت يا اندوكراينال غدد صماء ملهاش داكت. طب واحد يقول ادينا مثال للونج اكسون. ايه رايك انت العصب اللي طالع من النخاع الشوكي، شوف بص كده في جسمك شوف فين النخاع الشوكي، ورايح يغذي يور فوت القدم بتاعتك، ده بطول رجلك، بطول اللور ليم، يبقى فيري لونج. دي كلها معلومات ملهاش قيمة يا ولاد. نيجي بقى للكلام اللي ليه قيمة. الأكسون ده محاط بتو شيثز، يعني له غلافين خلاص، يوجد غلافان هنا. في أول غلاف اسمه مايلين شيث، أهو اللي باللون الأبيض، أنا رسم لك الأكسون باللون الأحمر أهو. الغلاف الأبيض ده اسمه مايلين شيث، ده عبارة عن ليبيد دهون على وجه التخصيص معمول من سفينجومايلين، مش مهم تعرف الكلام ده. طيب تعال نفكر مع بعض، هذا المايلين شيث وظيفته ايه؟ الاعصاب اللي عندها مايلين شيث بتتميز بانها رابيد كوندكشن، بتمشي الاشارات العصبيه بسرعه عاليه جدا. اما الاعصاب، وفي اعصاب عندنا ما عندهاش مايلين شيث، هتبقى تتميز بانها سلو كوندكشن. يبقى المايلين شيث في الام اس كيو ده مرتبط بالكوندكشن، بالتوصيل. اللي فيه مايلين شيث يبقى رابيد كوندكشن زي ما هنشوف، اللي ما عندوش مايلين شيث هيبقى سلو كوندكشن. وعليه فكر، مش كل الاعصاب عندها مايلين شيث، احنا عندنا ثلاث انواع من الاعصاب A و B و C. ده سؤال ام اس كيو، اللي عندهم مايلين شيث هم الA والB فايبرز فقط. السي، وعلى فكرة دي العدد الضخم على عكس ما يعتقد كثير من الزملاء، ان السي فايبرز اللي ما فيهاش مايلين شيث هي الاكثر عددا. وعارف ليه؟ لان احنا عندنا مشكلة مساحة في الجسم، فعشان كده ربنا خلى معظم الاعصاب من النوع اللي هي النون مايلينيتد، او يسموها انمايلينيتد اللي هي السي. انما الاعصاب اللي محتاجين فيها السرعة فعلا اللي هو الاي والبي بيبقى فيها مايلين شيث. طيب النقطة الثالثة في المايلين شيث، مين بيعمل هذا المايلين شيث؟ خلايا نشطة اسمها شوان سيلز، هناخدها حالا دلوقتي الشوان سيلز دي. فده سؤال ام اس كيو. الأصعب منه بقى إن واحد يتصور، طب المايلين شيث ده مين اللي بيعمله؟ الشوان سيلز. إزاي؟ أوريك أهو، ده الأكسون خلاص. الشوان سيلز
عارف زي لما بيبقى في عصايه وتروح تشتري قماش من التاجر بتاع القماش، بيبقى لافف القماش على عصي كده وبعدين حتى يفرده لك عشان تتفرج عليه. الشوان سيلز بالظبط ازاي بتحط المايلين شيث، بتلف الليبيد ده في طبقات حوالين الاكسون، فلو هي اكتف بتحط مايلين شيث. اصعب سؤال هنا بقى النون او الانمايلينيتد، الاثنين صح، فايبرز واحده تصور ما عندهاش مايلين شيث يبقى ما عندهاش شوان سيلز، غلط، عندها شوان سيلز بس ان اكتف ما بتلفش، وده من اصعب الاسئله. يبقى المايلينيتد فيها اكتف شوان سيلز، الانمايلينيتد فيها برضو الانمايلينيتد سي ان اكتف شوان سيلز. تمام، نكمل يا اولاد. طيب هو بيعمل ايه المايلين شيث ده؟ المايلين شيث ده عباره عن انه انسوليتور، انسوليتور يعني عازل، مرور الايونات اللي هي بتتسبب في كهرباء العصب. كهرباء العصب ما هياش الكترونز زي كهرباء الاسلاك في البيت، انما دي نقطه مهمه جدا، ايونز. الايونز هي اللي بتخلي في كهرباء، الايونز بتمر بصعوبه بالغه من خلال المايلين شيث. عشان كده هذا المايلين شيث انتربتد، يعني مش موجود عند حتت معينه بيسموها نودز اوف رانفيور. المايلين شيث ده بيصعب مرور الايونز لانه انسوليتور عازل 5000 مره، عشان كده مرور الايونز اساسا بيبقى عند النودز اوف رانفيور. دي معلومات مهمه جدا عن المايلين شيث يا اولاد، بتيجي سؤال ام اس كيو نقولهم تاني. ما اول نقطه في الام اس كيو؟ المايلين شيث مهم فور رابيد كوندكشن، اللي عنده مايلين شيث بيعمل رابيد كوندكشن. النقطه الثانيه، طب مين عنده مايلين شيث؟ الاي والبي فقط، الاي ثيك مايلينيتد والبي ثين مايلينيتد، عشان كده الاي اسرع من البي زي ما نشوف. النقطه الثالثه، مين اللي بيعمل مايلين شيث؟ وانا ما قلتش شوان سيلز، الاكتف شوان سيلز، لان قلت ان في النون مايلينيتد عندهم ان اكتف شوان سيلز بس ما عندهمش مايلين شيث، فالطالب الممتاز يقول الاكتف شوان سيلز. رابع معلومه ان هم انسوليتور، بيقللوا الاين فلو اللي هو بيحمل الكهرباء 5000 مره. طب الكهرباء هتمر فين؟ في الحتت اللي ما فيهاش مايلين شيث، اللي هي اسمها نودز اوف رانفيور، اللي هي بتبقى من 2 ل 3 مايكرومتر. طبعا المايكرونز 1 على 1000 ملي. انا عارف ان في بعض كتبكم بيكتبوها 1 ملي وده كتير قوي، هي 2 ل 3 مايكرومتر، لكن انت عرفها زي ما هي مكتوبه عندك في الكتاب، مش هنيجي في الفرغه زي ما بنقول ونتصدر. طيب تقل للشيث الثاني بقى اسمه نيورولمال شيث، اللي هو معمول من الشوان سيلز، عشان كده قلنا الشوان سيلز موجوده في كل الاعصاب الاي والبي، بس تبقى اكتف تعمل مايلين شيث، وفي السي بتبقى ان اكتف، سموها نيورولمال شيث. دي وظيفتها ايه بقى يا اولاد؟ لما العصب يتقطع تعمل له ريجينريشن، يعني اعاده تكوين. طب فكر معايا بذكاء كده، وراء الخلق خالق، هل في عصب يعني هيتقطع وحضرتك ما تحبش تعيد تكوينه؟ طب هو ربنا مكونه ليه من الاول لو هو ملوش لازمه؟ يبقى 100% كل الاعصاب لما تتقطع بنحب نعمل لها ريجينريشن. فشوف العظمه الالهيه، فالنيورولمال شيث اللي مسؤول عن اعاده تكوين العصب ريجينريشن موجود في كل الاعصاب الاي والبي والسي. نقطة مهمة جدا في الام اس كيو، يبقى النيورولمال شيث اللي معمول من الشوان سيلز هو شيث اوف شوان سيلز ومسؤول عن ريجنريشن، عشان كده موجود في كل الاعصاب. بينما المايلين شيث ده بتاع الكوندكشن، مش كل الاعصاب عاوزينها سريعة، فعشان كده موجود في الاي والبي فقط. طيب نيجي ناخد، ولان دي سابقة لوقتها شوية، الاعصاب بنقسمها ازاي حسب السمك بتاعها الى انواع ثلاث. A دي الأكثر سمكا، B أقل، وC دي أقل. وقلنا حتى الـ A والـ B دول مايلينيتد، في حواليهم مايلين شيث. الـ A thick مايلينيتد، والـ B thin مايلينيتد، أما الـ C non مايلينيتد. نمسك السمك الدايمتر بتاعها، مش عاوزك أول نقطة دي تفكر فيها، لأنه يعني ما فيش حد بيجيبها، ما فيش جامعة محترمة بتجيبها سؤال، لأن مش وظيفة الطبيب يقعد يحفظ السمك بتاع الفايبرز.
انما هنقولهم كمعلومات، الاي بتبقى من 2 ل 20 مايكرونز، دي ادخن واحده، البي من 1 ل 5 مايكرونز، السي اللي هي unmelanated اقل من 1 مايكرون، دي اقل حاجه، عشان كده حتى مش هتطلق عليها اللون الاصفر اللي هو احسن لون بيشوفه الانسان. نيجي للفيلوسيتي، يوجد نوعان من الكتب، الكتب الانجليزيه اللي هي طبعا تعرف الانجليز دول يعني يجوا يدققوا في الحاجات اللي مش مهمه، يقول لك ايه بقى، ان سرعه الكوندكشن سرعه الاشاره العصبيه في الاي فايبر بتبقى 20 120 متر في الثانيه، لان دي ادخل واحده دي ثيك مانيتد، اما البي ثيك مانيتد السرعه بتبقى 5 ل 15 متر في الثانيه، اما في السي النون مانيتد بتبقى نص ل 2 متر في الثانيه. طب تعالى بقى احفظها لك بطريقه لن تنساها ما حيت، تبعا للكتب الالمانيه، وطبعا الالمان هم عليه، هم قاده اوروبا الغربيه دلوقتي. طبعا قال لك ده عدد ما يهمش الاطباء كثيرا، فمش هندي رينج فيه، هنديه بطريقه لا يمكن ان تنسى، ان في المتوسط سرعه الكوندكشن في الاي فايبر 100 متر في الثانيه، البي 10 متر في الثانيه، السي 1 متر في الثانيه. يبقى قول لي هتنساها ازاي بقى؟ هتقعد فاكرها مع حقيقة، واحد عشرة مية، واحد ده أبطأ سرعة، ده في السي النون مانيتد، الثيم مانيتد ده بيه 10 متر في الثانية، الاي 100 متر في الثانية. وعلى أي، على فكرة عاوز أقول لك حاجة، حتى لو جه سؤال ام اس كيو هتعرف تجاوبه، لأن الواحد ده لو عندك قوة ملاحظة ما بين النص الاثنين اللي هي الطريقة الإنجليزي الغبية، والعشرة ما بين الخمسة وال 15 اللي هو البي، والمية ما بين العشرين والمية وعشرين، يعني حتى لو انت حافظ الطريقة الالماني بس اللي هي الاسهل اللي حفظتها معايا دلوقتي حالا، ان سرعة الكوندكشن في الاعصاب اوعى تنساها، يلا، واحد عشرة مية متر في الثانية، واحد في سي عشرة بي مية في ايه. وعلى فكرة هذه السرعة وان بدت سريعة فهي بطيئة جدا مقارنة بكهرباء الجسم، بكهرباء البيت. ليه بقى؟ لان في البيت الكهرباء الكترونز فائقة السرعة، انما في الاعصاب في الجسم الكهرباء بتعتمد على الاينز، الاينز كبيرة جدا بالنسبة للالكترونز، فعش كده السرعة تبدو سريعة، واحد متر في الثانية، عشرة متر في الثانية، مية، انما هي بطيئة. ودي لو ما قلتها لكش انا ممكن تقعد بقيت عمرك ما انتش فاهم ايه الفرق بين كهرباء الجسم اينز بطيئة نسبيا، وكهرباء البيت الكترونز فائقة السرعة. فمثلا الكهرباء بتيجي من السد العالي لحد القاهرة النو تايم، ما ينفعش تمشي بسرعة متر في الثانية. اوعى تنسى كهرباء الجسم اينز بطيئة نسبيا، 1 10 100، كهرباء البيت الكترونز. طيب نقطة رابعة، اديني مثال الاي فايبر دي موجودة فين؟ برضه المثال سابق لوضعه شوية، ده بيغذي السوماتيك ماسلز، سوما قلت يعني جسم، السوماتيك ماسلز يا اولاد اللي هي السكيليتال ماسل بتحرك الجسم، فيسموها سوماتيك لانها بتحرك الجسم. دي فائقه السرعه دي بتاخد ايه؟ بدي اقول لك حاجه لطيفه، حتى في الاولمبياد المسابقات في السرعه في اي نوع من العضلات، في السوماتيك العضلات الاراديه اللي بتغذي الجسم، خلاص اللي بتحرك الجسم، انما البي والسي دول موجودين في الاوتونوميك اللي هو اللا ارادي. الاوتونوميك نيرفس سيستم عنده تو نيرونز، واحد قبل الجانجليون يسموه بري جانجليونيك بيبقى بي، واحد بعد الجانجليون بيبقى بوست جانجليونيك بيسموه سي. حتى بحفظها لكم بطريقه لطيفه، الاوتونوميك تو نيرونز، واحد قبل الجانجليون بري جانجليونيك، واحد بعد الجانجليون بوست جانجليونيك. طب ما حرف البي قبل السي، فالبي هو البري جانجليونيك والسي هو البوست جانجليونيك، لكن لما نيجي الاوتونوميك هفهمها لك بقى، مش هحفظها لك، عندي طريقه جميله. يبقى واحد قال لي طيب الام اس كيو ان انا عندي ثلاث انواع من الفايبرز A وB وC، ايه اللي مطلوب مني فيها اللي باللون الاصفر بس؟ سرعه قلنا مش هتنساها، 1 10 100 متر في الثانيه، 1 السي 10 البي 100 الاي. طيب انا عايزك تفكر بذكاء، هو الحاجه اللي بتمشي اسرع هتاخد مده، اسمعها منك دي بديهيه بقى مش حقيقه، انت هتقول اللي بيمشي اسرع ياخد مده ايه؟ اقل. فعشان كده كهربه الاي فايبر اللي بنسميها سبايك، اللي شكلها زي الشوكه، لانها سريعه جدا 100 بتاخد نص ملي سكند بس، بينما البي
أبطأ شوية فتاخد أكتر 1 ملي سكند، بينما السي بطيئة جدا فبتاخد 2 ملي سكند. وبرضو هنا الأعداد لذيذة في الحفظ يا أولاد، نص 1 2، يعني السرعات حفظناها بطريقة جميلة اللي هو بيجي في الام اس كيو 110 1 أو 1/10 100. وطبعا السرعة تتناسب عكسي بديهية مع المدة، اللي سريع قوي هيبقى مدة الكهرباء بتاعته قليلة نص، اللي أقل سرعة يبقى 1، اللي بطيء خالص هياخد مدة أكتر يبقى 2 ملي سكندز. طيب باقي الحتة اللي بعد كده التايبس اوف نيورونز، في كام نوع من النيورونز يا أولاد؟ دي قلناها مع الانترودكشن. في عندي سنسوري نيورونز، خلايا حسية أهي أو افرنت وارد، بتجيب الإحساسات ناحية الجهاز العصبي، تجيب الإحساسات ناحية الجهاز العصبي فيسموها سنسوري أو افرنت. خد بالك بقى في الام اس كيو هتاخدها في الاستولوجي، دي عندها وان بروسيس، يعني عندها فرع واحد، والفرع ده هينقسم لتو برانشز خلاص. دندرايت متصل بالريسبتور، واكسون بيبقى بيدخل للسنترال نيرف سيستم. وهنا بقى المثال اللي اديتهولك، شايف الدندرايت هنا طويل انما الاكسون هنا قصير، لان احنا قلنا على اي اساس اقول ان ده دندرايت وده اكسون؟ اللي بيجيب ناحيه النيرف سيستم يبقى دندرايت، فده دندرايت اهو طويل لانه جايب للخليه، انما الصغير ده اللي بياخد الاشاره العصبيه من الخليه يسموه اكسون. تاني نوع من الخلايا اللي هو الموتور او افرنت، يعني صادر، يبقى السنسوري افرنت وارد جايب الاحساسات، انما الموتور الخلايا الحركيه افرنت يعني وارد بيودي الافرنت يعني اسف وارد، والافرنت يعني صادر بتصدر فيه الاشارات العصبيه رايحه تغذي، قلنا يا ماسل يا جلاندز، وانتم عارفين انواع. وقلنا في الانترودكشن ان ممكن يبقى في نوع ثالث اسمه انتر نيرون. يبقى التايبس اوف نيرونز يا اولاد ثلاثه، يا سنسوري افرنت وارد بيجيب الاحساسات بترد عن طريقه الاحساسات، يا موتور افرنت صادر بيصدر عن طريقه الاشارات العصبيه عشان تحرك يا ماسل يا جلاند، وقد يكون وقد لا يكون ما بينهم في نوع ثالث اسمه انتر نيرون. طيب في بعض الجامعات وفي بعضها لا بيقولوا الخلايا داخل النيرف سيستم نوعان، يا نيرونز خلايا عصبيه، يا جلايل سيلز خلايا غرائيه. جلايل جاي من كلمه جلو يعني الحاجه الصامغه او الغره، ده كلمه جلايل. كانوا زمان فاكرينها زمان وريفيود از، كانوا فاكرينها ان دي الكونكتيف تيشو، النسيج الضام بتاع السنتر نيرف سيستم. طبعا ثبت الكلام الجديد ده غلط، ان الخلايا دي هاف ايرال ان كوميونيكيشن، عندها دور في الاتصالات بين الخلايا. طب خد بالك بقى نقطه في الام اس كيو مهمه جدا، انه بينما النيرونز ستاتيك يعني عددها ثابت، لا الجلايل سيلز الخلايا الغرائيه دي كان ديفايد اند كان بروليفريت، ممكن تنقسم وتتزايد اعدادها وتتكاثر في الادلتس. طيب ودي كام نوع بقى؟ احنا قلنا النيرف سيلز كانوا ثلاث انواع، افرنت وارد او سنسوري، وبعدين افرنت صادر او موتور، وانتر نيرون، دول نوعين بس. يا مايكروجليا يعني خلايا غرائيه صغيره، مايكرو يعني صغير، يا ماكروجليا يعني خلايا غرائيه كبيره. طيب المايكرو الصغيره دي بتمثل اميون سيستم اوف ذا نيرفس سيستم، الجهاز المناعه بتاع النيرفس سيستم، حتى بيسموها اسم بيجيبوها لكم في الام اس كيو سكافنجر، ومعناها الزبال او الكناس اللي هو بيكسح بيشيل الفضلات اللي مالهاش لازمه عشان ما تعملش اريتيشن للخلايا العصبيه، اهو بيريموف ديبرز. ديبرز في اللغه يا اولاد معناها حطام او فضلات، وهي تعادل في الجسم لما هناخد البلاد باذن الله تعادل التيشو ماكروفيجس، يعني المايكروجليا تعادل التيشو ماكروفيجس، وحتى بتتعمل من ماكروفيجس خلايا عقوله كبيره اوتسايد السنترال نيرف سيستم. يبقى الخلايا الصغيره جوه السنترال نيرف سيستم وظيفتها ايه؟ زبال، كناس، تكسح كل الحطام او الفضلات عشان ما تعملش اريتيشن للنيرف سيستم، وهي تعادل الوظيفه في الجسم بتاعت التيشو ماكروفيج. طب نيجي بقى الماكروبليا اللي هي الخلايا الغرائيه الكبيره، دول 3 تايبس. شوان سيلز اللي لسه واخدينها
وزيها بالظبط الاوليجودندروسايتس. اوليجودندروسايتس يعني خلايا عندها دندرايتس قليله. اوليجو في اللغه يعني قليل، بعلمك ترمينولوجي، خلايا ذات اهداب قليله. والشوان سيلز دي نسبه للشخص اللي اكتشف. يبقى انت اتعلمت ايه هو الشوان سيلز. الشوان سيلز دي ما هياش نيرف سيلز، انما دي جلايل سيلز. وظيفتهم ايه؟ خدناهم لما يبقوا اكتف بيعملوا المايلين شيث. طب ثالث نوع من ماكروجليا اسمه استروسايتس، خلايا نجميه شكل النجوم، ودي ليها وظيفتين. بتعمل البلاد برين بارير، يعني في بارير بيفصل البرين عن الدم، معمول من الخلايا دي يمنع انتقال الحاجات الضاره من الدم للبرين، لان البرين ده حساس جدا يا اولاد، ويمنع انتقال الاشياء المفيده داخل البرين الى الدم، فيسموه بارير ما بين البلاد والبرين، حتى اختصاره بي بي بي، بلاد برين بارير، معمول من خلايا الاستروسايت، الخلايا النجميه دي. وبتمنتين تاني وظيفه الاستروسايتس، انها بتحافظ على الكونسنتريشن في النيرفس سيستم للاينز والكيميكال ترانسميترز. ده الكلام الجديد خالص، عارف انه مش موجود في معظم الجامعات، لكن انا بقول كورس ينفع الجامعات هنا بياخدوه طبعا في نورث امريكا، وينفع الجامعات عندنا. وديك حتى فهمت هي ايه الشوان سيلز دي، تصنيفها ايه. يبقى ده اللي هو الجلايل سيلز، اللي هي عباره عن، كانوا زمان فاكرين انها خلايا هي نسيج الضم، النهارده عرفوا انها مهمه للكوميونيكيشن، يعني الفرق بينها وبين النيرونز انها قابله للانقسام، ما هيش ستاتيك، كان ديفايد اند بروليفريت، وهي تنقسم الى نوعين، مايكرو صغيره، هي دي خلايا الاميون سيستم، هي دي الكناس الزبال اللي بيشيل الحطام والفضلات عشان ما تعملش اريتيشن للنيرونز، وهي تعادل التيشو ماكروفيج في الجسم، ومعموله من ماكروفيج، من الخلايا الاكوله الكبيره، ماكروفيج يعني خلايا اكوله كبيره، والماكروجليا الخلايا الغرائيه الكبيره. دول ثلاث انواع، الاوليجودندروسايتس زي الشوان سيلز بالظبط بيعملوا المايلين شيز، ده سؤال مش مهم. اما الاستروسايتس خلايا نجميه، فدي بتعمل البلاد برين بارير اللي بيفصل البلاد عن البرين، وبتمنتين الاينز والكيميكال ترانسميترز. طيب نيجي قبل ما نبتدي النيرف، هنقول حاجه مهمه قوي. احنا قلنا النيرف والماسلز هم الموست اكسايتابل تيشو، سؤال ام اس كيو، اكتر خلايا حساسه. طب بماذا يتميز النيرف؟ بخاصيتين هم دول هيبقوا موضوع دراستنا، اكسايتابيليتي اند كونداكتيفيتي. يعني لو قلت لي فين العناوين الاساسيه في النيرف، اكسايتابيليتي وده هياخد معظم الوقت، وكونداكتيفيتي وده هياخد ربع ساعه. طيب ما هي الاكسايتابيليتي؟ هي مقدره الاستجابه، دي باور تو ريسبوند. يعني ايه الفرق بين حضرتك، وهي خاصيه للاحياء، ايه الفرق بين حضرتك وحضرتك والترابيزه اللي انتوا قاعدين عليها؟ ان انتوا احياء بتستجيبوا لاي مؤثر، انما الترابيزه جماد لا يستجيب. فالاكسايتابيليتي هي ذا باور تو ريسبوند تو ان ادكويت ستيمولس، مقدره الاستجابه لمؤثر كافي. الاوائل يقولوا ادكويت ستيمولس ليه؟ لان انا ممكن اكلمك فما تردش عليا، فاقول لك ما تردش ليه؟ تقول لي مش سامع، يعني المؤثر الصوت ما كانش كافي. فالاوائل ما يقولوش هي الباور تو ريسبوند تو ا ستيمولس زي ما بعض الزملاء بيقولوا في المحاضرات، انما هي الباور تو ريسبوند تو ان ادكويت ستيمولس، وهي خاصيه الاحياء، خاصه في النيرف والماسلز. طيب الاستجابه في النيرف بتاخد شكل ايه؟ حضرتك لو حد دفعك بيده بتدفعه، زقك بتزقه، يبقى الاستجابه عندك ايه؟ ميكانيكيه. انما النيرف لما بتديله ستيمولس ما بيزقش حد، امال بيعمل ايه؟ الاستجابه كهربائيه. يبقى للطالب الممتاز الاكسايتابيلتي في النيرف هي الابيليتي تو سيلف جينيريت الكتريكال امبلس، ان لما بتعمل له ستيميليشن عنده المقدره انه يجينيريت، يعني يولد بذاته، سيلف جينيريتنج يعني بذاته اشاره عصبيه الكتريكال امبلس. يبقى الاستجابه في النيرف دائما ابدا بتاخد صوره واحده، كهرباء. النيرف تدي له اي نوع من الاستيمولاي في الاخر بيستجيب بانه يطلع كهرباء. طب ما هو تعريف الاستيمولس؟ ستيمولس از سادن تشينج ان ذا انفايرمنت، تغير مفاجئ في الانفايرمنت، وهو اربع انواع. في ميكانيكال ستيمولاي، مؤثر ميكانيكي زي ما حد يزقك، كيميكال
مؤثر كيميائي زي ما تاخد حاجة حلوة أو حاجة مرة أو حاجة ملحة، يبقى ده كيميكال استيمولاي. ثيرمال زي البرد والسخونة، وإلكتريكال استيمولاي. يبقى المؤثرات في الدنيا ميكانيكال كيميكال ثيرمال أند إلكتريك. كان ده ناخده في العملي أكتر يا أولاد. في سؤال في العملي تعال أقوله المرة دي وأقوله لك تاني في العملي، هو ليه إحنا في العملي بنستخدم المؤثرات الكهربائية؟ Why we prefer، يعني بنفضل البريفيرد ستيمولاي هو الالكتريكال ستيمولاي، لاربع اسباب. السبب الاول انه يماثل طبيعه الاشاره العصبيه، سيميلر تو ذا نيتشر، يعني طبيعه النيرف امبلس. النيرف امبلس كهرباء، فاحنا بندي كهرباء، حاجه مماثله لطبيعه الاشاره العصبيه. اثنين ان الكهرباء ايزلي كنترولد، يعني ممكن اتحكم في شدتها او في مدتها، انما الميكانيكال لما اضرب النيرف بعصايا مثلا التحكم فيها مش زي الكهرباء. الكهرباء easily controlled من حيث الديوريشن، المده والامبليتيود، وايزلي ميجر نمره 3، يعني اقدر اتحكم فيها واقيسها. طب ونمره 4 انها الالكتريكال ستيمولاي دو نوت دامج ذا نيرف، يعني ما بيبوظش النيرف. تخيل لو انا النيرف اديت له ميكانيكال ستيمولس عصايا كده ورحت ضارب النيرف اتقطع مش هنشتغل حاجه، حطيت عليه ميه سخنه ثيرمال ستيمولاي اتحرق، حطيت عليه كيميكال ستيمولاي اسيدز باظ. يبقى ليه بنستخدم الالكتريكال؟ لان الالكتريكال ستيمولاي دو نوت دامج ذا نيرف. يبقى اربع حاجات هعيدهم بسرعه واعيدهم ببطء في ايام العمل باذن الله. يبقى سيميلر تو ذا نيتشر اوف نيرف امبلس نمره 1، easily controlled نمرة 2، easily measured نمرة 3، كهرباء سهلة تتحكم فيها وتقيسها، ونمرة 4 الكهرباء أو الإلكتريكال ستيمولاي do not damage the nerve. إحنا ضيعنا وقت طويل يا أولاد في المقدمة دي، ونبتدي بقى الكلام المظبوط. أول سؤال من الأسئلة السبع عندنا، وقلت كل ما هو نظري فهو شفوي وMCU. ده البداية الحقيقية للنيرف يا أولاد، بس زي ما بنقول أنا برجع لكم كل حاجة بحيث ما فيش سؤال هتتسأله وورلد وايد، مش بس في جامعاتك، وبكلم الناس اللي هنا في كندا وفي أمريكا وفي كل حتة في الدنيا، أنا عارف بيسمعوني من المتكلمين بالعربية لحد ما نعمل إنجليش فيرجن بإذن الله. أول سؤال من الأسئلة السبعة أهو نظري مهم، Factors affecting effectiveness of an electrical stimulus، الترجمة إلى عربياتنا، العوامل التي تؤثر في كفاءة effectiveness، يعني كفاءة المؤثر الكهربائي، يعني كم عامل يؤثر في كفاءة المؤثر الكهربائي. الإجابة 3، نمرة 1 the rate of rise of stimulus intensity، ومعناها معدل الزيادة في شدة المؤثر. the rate of rise يعني معدل الزيادة، stimulus intensity يعني في شدة المؤثر. أنا بحبك تشوفها وهي بطريقة بديهية جدا، ومش عارف ليه الطلبة بيساعد بيجابوها خطأ. تفتكر لو أنا اديت rapid أو sudden stimulus، يعني مؤثر سريع أو مفاجئ، هيدي استجابة أحسن ولا لو اديت مؤثر متدرج slowly increasing؟ الإجابة الصحيحة الرابل أو الصدن، بدليل أن أنا بقول لو أنا عاوز ألقي بالفزع في قلبك أروح خضك مرة واحدة فتنزعج، لكن لو أنا بعلي صوتي روايدا 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 خلاص هيحصل لك accommodation تكيف، وهنتكلم في مرحلة لاحقة الميكانيزم في accommodation. يبقى جاوبنا أول عامل في العوامل الثلاثة التي تؤثر في كفاءة المؤثر اللي هو معدل التطبيق الريت. لما اديه rapid or sudden يبقى أكثر كفاءة هيدي response، لكن لما اديه slow ممكن يحصل accommodation أو adaptation، يعني تكيف مع الوضع. ده أنا أقول لك معلومة جميلة، أنت لو حطيت frog ضفدع في مية ساعة وقعدت تدفي 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 الضفدعة مش هتتنبه الماء سخنت إلا لما الماء تغلي، وإيفن ممكن بعدد من الضفادع هتموت. ليه؟ لأن الزيادة في درجة الحرارة حصلت بصورة تدريجية.
بينما لو جبت ضفدعة في ميه ساعة وحطيتها في ميه اوريدي متدفية حتى ما بتغليش ورميتها immediately هتجمب out of this water لانها التغير حصل بسرعة، كانت في ميه ساعة وحطيتها في ميه دافية فالريسبونس حصل قوي، بينما التغير الجراديوال ميه ساعة وقعدت تدفي تحتها تدفي تحتها ممكن ما تتنبهش وتموت. فعيد نغلط الغلطة دي يا اولاد. نيجي العامل الثاني اللي هو strength of the stimulus، شدة المؤثر. والعامل الثالث والأخير duration of the stimulus، مدة المؤثر. هذان العاملان اللي هما الشدة والمدة لا يمكن الفصل ما بينهما، عشان كده هناخدهم مع بعض تحت عنوان strength duration curve، منحنى الشدة والمدة. خلاص strength duration curve، تعال هو بقى، ودي أول مرة هندرس كيرف مع بعض اللي هو اسمه strength duration curve. طيب هنا بقى أنا عاوزك تاخد بالك من حاجة، تعلم أدام ده أول كيرف ناخده مع بعض، في كيرفات كتيرة في الفسيولوجي. حط لك قاعدة مهمة جدا في أي منحنى، مش في الفسيولوجي، في الدنيا هتكلم عليه أي شخص، الحقيقة رقم واحد محجوزة، لازم تقول لنا حضرتك هتمثل ايه على الرأسي وهتمثل ايه على الأفقي. يبقى المنحنى ده هنجاوبه في خمس نقاط. اول نقطة في اي منحنى، مش هنا بس، قاعدة هو علمها لك لعبد الله، قلت هناخد على بعض. في اي منحنى هتلاقيني اول جملة انا هقولها وحضرتك هتكتبها هو ماذا نمثل على الرأسي والأفقي. ففي عدد من الزملاء وعدد من الكتب عندنا بيكتبوها خطا ان هي اسمها strength duration curve، فيقول لك هنحط ال strength is plotted against duration. تصور يعني بنحط ال strength الشده في مواجهه المده، ما هو اسمه strength duration curve، وهذا خطا وانا عاوز اثبتها لك دلوقتي. لنفرض مؤثر قوته اس، عشان يدي استجابه لازم اديه ثانيتين على الاقل. طب لو اديته 3 ثواني زادت الخير خيره، اديته 4 ثواني برضه هيدي استجابه. طب السؤال بقى، المؤثر الاس ده بيدي استجابه بثانيتين وبثلاثه واربع وخمسه وزي ما انت عاوز، حضرتك هتاخد انهي ديوريشن فيهم؟ ما كلهم بينفعوا، ما هو ده الاسبرينس وكل دول ديوريشن صح. بناخد المينيمال تايم نيد تو اكسايت، فللاوائل ما يقولوش بنحط السترينث اجينست ذا ديوريشن، إنما يقولوا بنحط الاسترينث للأوائل against the minimal time needed to excite. ادي اول نقطة يا اولاد. يبقى الاسترينث is plotted against the minimal time، احنا نقول عندي خمس نقط. طيب النقطة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بديهيات، واحد يقول لي عاوزين نفهم يعني ايه بديهيات، احنا قلنا بعد اسبوعين والنهاردة نهاية الاسبوعين هناخد على بعض. البديهية لا تحتاج ان انا اقولها لك غير الحقيقة، الحقيقة لازم اقولها لك، انما البديهية انت عارفها من غير ما اقولها. واحد يقول طب دينا مثال، بص بقى اتفرج على الاربع حقائق الجايين وهتكتشف انهم مش حقائق، هما بديهيات. بديهية ان انا هبتديها بس بعربياتنا وانت هتكمل. من المؤكد المؤثر الاقوى يعطي استجابة في زمن، كمل انت، المؤثر الاقوى بيدي استجابة في زمن ايه؟ انا سامعكم كل الناس قالوا في زمن اقل، يبقى دي بديهيه انتوا استنتجتوها، المؤثر الاقوى يعطي استجابه في زمن اقل. يبقى من هنا نستنتج ان ايه العلاقه بين السترينث والمينيمال تايم، انفرسلي كل ما القوه بتزيد زمن الاستجابه بيقل. طيب اعلمكم بقى في فن المنحنيات يا اولاد، اما تبقى العلاقه عكسيه في اي منحنى يطلع المنحنى هابط زي ما انا رسمه، لكن لو كانت العلاقة طردية كان يبقى المنحنى صاعد زي ما بنا عامل بالليزر. يبقى الطالب الذكي استنتج شكل الايه؟ المنحنى. طيب الحقيقة التالتة والرابعة هتفهمك هو ليه شكله نص دايرة، لانها بديهية برضو. من المؤكد ان في حد ادنى للشدة السترينث، في حد ادنى للشدة، لو قلت عنه مفيش استجابة خالص، مفيش كيرف، ودي بديهية من الحياة يا أولاد. يعني أنا بوطي صوتي بتجاوبني، بخفض من صوتي بتجاوبني، بخفض في لحظة مش هترد عليا مهما إن شاء الله عد ساعة، لأن صوتي مش واصلك.
يبقى 100% بديهيات التانية في حد أدنى للشدة. في هذا الكيرف بنسمي الحد الأدنى للشدة ريو بيز. ريو بيز وهي كلمة من شقين، ريو يعني كهرباء، أحب أعلمكم ترمينولوجي، بيز يعني قاعدة، أظن القاعدة هي أوطى حتة، فريو بيز يعني أقل كهرباء. ريو بيز يعني القاعدة في المبنى، القاعدة بتاعت الهرم هي أسفل حتة، فيبقى الأقل شدة اسمها ريو بيز. والطالب ذكي أقل شدة هتحتاج مدة إيه بقى؟ شدة قليلة قوي قوي عشان يحصل استجابة، هتحتاج مدة إيه؟ مدة طويلة جدا، يسموها utilization time، زمن الاستجابة. يبقى البديهية التانية قلنا there is a minimal strength، في حد أدنى للشدة اسمه ريو بيز، أقل كهرباء، ويحتاج أدام هو كهرباء قليلة قوي قوي يحتاج مدة طويلة utilization time. زي ما في أولاد أقل شدة، طالب جاكي قال لي في أقل مدة بنسميها التي، تي دي المينيمال تايم، اللي هو لو قليت عنه، لو نزلت عن المينيمال تايم ده مفيش استجابة خالص. واحد يقول لي مش فاهمها يعني ايه مهما كان مؤثر كبير لازم يقعد مدة معينة؟ يا أخي من الحياة، تعال بص معايا اهو، يلا شيء من التخيل ده اهو، تخيل ده شعلة كهرباء، هي شمعة او بتاع، ايه رأيك لو انا مررت اصبعي كده كده هحس حاجة خالص؟ نار، نار، في أقوى من النار؟ لكن عشان أنا أتأثر لازم إيدي تقعد مدة معينة، لكن أدام ما قعدتش تحت المينيمال تايم مش هحس. يبقى في مينيمال تايم، أقولها لك بلغة الكورة. واحد يقول لك التاني باس الكورة ليه؟ ما شطتش ليه وأنت كنت قصاد الجول؟ قال لك الكورة كانت سريعة، يعني ما قعدتش قصادي المدة الكافية عشان أستجيب. يبقى زي ما في شدة دنيا أو صغرى، في مدة صغرى اسمها مينيمال تايم. انا بحب اقول لكم تطبيقات مش بس لطيفه. هل في تطبيق للمينيمال تايم في الطب؟ اه طبعا، في العمليات الجراحيه يا اولاد، بنيجي افرض واحد فتحنا له كده فتح، بدل ما نقعد نخيط وناخد وقت بنعمل كي حراري بالكتريكال ستيمولاي، حاجه اسمها داثيرميا، بعد ما فتحنا في نقط بتخر كتير دم، نعمل لها تجلط بتاثير حراري. الالكترود اللي بيدي الكهرباء اللي هي بتدي تاثير حراري ده بيدي كهرباء تحت المينيمال تايم، عارف ليه؟ لانه لو ادى فوق المينيمال تايم كل مره هيحطوا لي كهرباء، العضلات هتنقبض والعين هو متبنك هيتحرك. فكل الدايثيرمي في الدنيا اللي هي بتكوي النقاط البليدنج في الجروح مظبوطه بحيث تدي ما هو اقل من المينيمال تايم عشان العضلات ما تنقبضش. فبس كل اللي نستفاد بيه ان الاستيمولس ده الطاقه لا تفنى، يتحول الى حرارة، الحرارة دي تجلط النقاط اللي بتبليد. يبقى الكلام مش بنهزر بنتسلى. زي ما في مينيمال سترينث في مينيمال تايم. طب نيجي للبديهية الرابعة والأخيرة، احنا عندنا خمس نقط، حطينا ايه مواجد ايه واربع بديهيات. قبل ما اجيلها ده يفهمك ليه شكل المنحنى الطالب ذكي والأذكياء قليلون طلع ربع دايرة، لان حضرتك قلت ان في حد ادنى للسترينث، يعني المنحنى لا يلتقي بالمحور الافقي لان ما تقدرش تنزل عن قوة معينة، وقلت في حد ادنى للمدة، في مدة لو نزلت عنها ما فيش كيرف. فازاي بقى ان احنا يبقى عندنا مينيمال سترينث ومينيمال تايم الا اذا كان شكل المنحنى ربع دايرة؟ يبقى فهمت ليه المنحنى هابط، لان العلاقة عكسية، كل ما السترينث بيزيد المدة بتقل، فيبقى العلاقة عكسية، يبقى المنحنى هابط. طب ليه مش في شكل خط؟ لماذا في شكل ربع دايرة؟ لماذا لا يلتقي لا بالرأس ولا بالأفقي؟ لأن حضرتك قلت بديهية إن في حد أدنى للشدة، لو نزلت تحته ما فيش كيرف، فلازم الكيرف ما يوصلش لتحت هنا. وفي حد أدنى المدة، لو أقل منها ما فيش استجابة، فلازم ما يوصلش هنا، فيبقى الشكل ربع دايرة. أنا هنا وهنا فقط تصنع الأوائل، ناس فاهمة قوي يا أولاد. نيجي البديهية الرابعة والأهم اللي هي كروناكسي. ما هي الكروناكسي؟ انا الكروناكسي نبتديها زي المحاضرة. إذا minimal time needed to excite. احنا قلنا يا ولاد عاوز ناس فاهمة قوي. ايه اهم خاصية عندي في النيرف والماسل؟ الاكسيتابيليتي. طب هل عندنا اجهزة في الطب ممكن تقيس الاكسيتابيليتي؟ عندنا اجهزة.
وفكرة التجربة بسيطة جدا. تخيل ان انا عندي العصب بتاعي والعصب بتاع حضرتك، فهنصمم تجربة جميلة جدا. هندي نفس المؤثر للعصب بتاعي واشوف هستجيب بعد قد ايه، بعد 3 ثواني، وهدي نفس المؤثر عشان تبقى المقارنة كويسة للعصب بتاع حضرتك، وحضرتك استجبت في 2 ثواني بس، يبقى اني عصب الاستجابة بتاعته احسن. انا ادينا نفس المؤثر ليه استجبت بعد 3 ثواني ولحضرتك استجبت بعد 2 ثواني، يبقى حضرتك. يبقى عرفنا ازاي ان اللي استجاب في مدة اقل يبقى استجابته احسن، هو ده الكروناكسي. يبقى الكروناكسي is the minimal time needed by، شوف اللي جاي بقى جميل قوي، double diabetes to excite، يعني كل أجهزة الإكسايتابيلتي في الدنيا مصممة تدي مش أقل شيء الريوبيز، تدي الدابل الريوبيز. طيب يبقى الجهاز بيدي دابل الريوبيز، والطبيب اللي هو حضرتك هتدي للنيرف وتحسب الزمن اللي هيستجيب في زمن أقل، يبقى معناه استجابته أحسن. ده شورتر ده كروناكسي، ده هير إدى إكسايتابيلتي. الأول عندي نقطتين برضو لإني عاوز ناس فاهمة. يبقى الطلبة بتغلط في الام اس كيو، ده واحد من اهم الاسئلة، يقولوا كروناكسي از دبل درابيز. لا، كروناكسي از ذا تايم، كروناكسي از ذا تايم نيدد باي دبل درابيز. كلمة عارفينها ومش عارفين انكم عارفينها، واحد يقول لي لا مش عارفينها، اول مرة نسمع الكروناكسي. لا، سمعتها. ترجم الى عربياتنا، كرونيك ديزيز. طالب قال لي مرض مزمن، ديزيز مرض، ويبقى كرونيك مزمن، يبقى كروناكسي جاء من كلمة chronic معناها الزمن. كروناكسي is the time، اوعى تغلط في الامس كيو، is the time needed by double therapies. نيجي السؤال الأعمق وبقول للزملاء الأصغر سنا، هو ليه أجهزة الإكسايتابيلتي في العالم ما بتديش الريوبيز اللي هو أقل شد؟ ليه كل الأجهزة بتدي double therapies وإحنا نقيس الزمن اللي احتاجه double therapies؟ تعال نفكر. حضرتك بيجي لك المريض عاوز تشوف الاستجابة بتاعت النيرف أو المصل اللي هم أكتر حاجة إكسايتابل، تفتكر هتدي المؤثر من خلال الجلد ولا هتشيل الجلد وتدي المؤثر على النيرف دايركلي أو على المصل دايركلي؟ فكر أنت أيهما المقبول. يعني جالك عيان وقلت له أنا هشوف الإكسايتابلتي بتاعت عضلاتك أو بتاعت أعصابك، هتدي المؤثر من خلال الجلد ولا هتشيل الجلد، تنزع الجلد وتدي دايركلي للنيرف؟ طبعا بديهي من خلال الجلد. طب حضرتك مش الجلد ده، مش الجلد ده له مقاومه؟ طالب قال لي طبعا. يبقى لو للاذكياء فقط بدات باقل شده وهي الريوبيز، اقل شده وهي الريوبيز، وضاع منها جزء في مقاومه الجلد، يبقى اللي وصل بقى تحت اقل قيمه سبت ريشو، يبقى مش هيدي استجابه. لذلك العلماء بيفكروا في الدنيا كل اجهزه الاستجابه في العالم ما بتديش الريوبيز اللي هو اقل شد، بتدي دبل الريوبيز، ضعف دبل. ليه؟ لان احنا بندي المؤثرات دي من خلال الجلد والجلد له مقاومه، فلو بدات باقل شده اللي هيوصل يبقى اقل من اللي ينفع. فعشان كده كل الاجهزه بتدي دبل الريوبيز، وحضرتك حضرتك كطبيب بتقيس الكروناكسي الزمن. يبقى ما هو الكروناكسي؟ هو التايم، الكروناكسي هو التايم نيدد باي دبل الريوبيز تو اكسايت. ده شورتر ده كروناكسي، كل ما استجبت في وقت قليل ده هاير ذا اكسايتابيلتي، يبقى العلاقه عكسيه. اند كروناكسي از تيكن از ا ميجر اوف اكسايتابيلتي، اللي هي اهم خاصيه في النيرف والمسل. لما يسالك هاو ميجر ذا اكسايتابيلتي، انت بتقول النيرفز والمسل دول اهم حاجه اكسايتد، بيقيسوها ازاي في الطب؟ تجاوبه في كلمه واحده، كروناكسي. هيقول لك واتس كروناكسي؟ تقول له زي ما انا قلتها كده، كروناكسي از ا تايم نيدد باي دبل درابيز، وتبقى فاهم لماذا استخدم دبل ريوبيز ان نوت ريوبيز. طيب مين اهم انا عارف في بعض كتبكم ما بيكتبوهاش، مين اهم ايم مهم للاكسايتابيلتي؟ قيس ليلى، الشيء بالشيء يذكر، الايونايز كالسيوم. وهنعرف في كورس النيرف ان اهم ايون ياثر في الاكسايتابيلتي هو، ما قلتش كالسيوم للاوائل، قلت ايونايز كالسيوم، والعلاقه عكسيه. زيادة الأيونايز كالسيوم بتمنع دخول أيون الصوديوم جوه الأعصاب، بتمنع كهربة الأعصاب، فبتنقص الإكسايتابيلتي. والعكس، لو قللت الأيونايز كالسيوم مفيش حرس على بوابات الشانل بتاعت الصوديوم،
فالصوديوم يدخل يتدفق يعمل كهرباء جامده يزود الاكسيتابيلتي، يبقى علاقه عكسيه، يبقى الاكسيتابيلتي از انفيرسلي بروبورشنال تو ايونايز كالسيوم. ده واحد من اشهر الاسئله. يبقى تاني يا اولاد في عجاله هقول سؤال: فاكتورز افكتنج افكتيفنس اوف ان الكتريكال ستيمولس، العامل التي تؤثر في كفاءه المؤثر. مع شقه مستعشق النظام ثلاثه: واحد الريت اوف رايز اوف ستيمولس انتنسيتي، معدل زياده شده المؤثر. وتعلمتوها بقى ما تغلطوش، المؤثر الرابيد او الصادم يدي ريسبونس، المؤثر اللي هو سلولي انكريسينج المتدرج بيؤدي الى تكيف اكوموديشن اور ادابتيشن. طيب العامل الثاني والثالث لا يمكن الفصل ما بينهما، اللي هما السترينث والديوريشن، فحطيناهم فيما يعرف بالسترينث ديوريشن كيرف. هتتكلم عليه في كام نقطه؟ خمسه نقاط. هتحط ايه على راسي وايه على الافقي، دي النقطه الاولى، ثم اربع بديهيات للاوائل. هحط السترينث، ما تقولش اجينست الديوريشن، انتوا ما تقولوش كده، اجينست ذا مينيمال تايم نيد تو اكسايت، وشرحتها. طب الاربع بديهيات انا اقول وانت بتكمل: ذا سترونجر ذا ستيمولس، يبقى كل ما المؤثر كان اقوى هيبقى ذا شورتر ولا ذا لونجر ذا تايم؟ ذا سترونجر ذا ستيمولس، ذا شورتر ذا تايم نيد تو اكسايت. يبقى العلاقه عكسيه. للاوائل يكملوها ويذين ليميتس، لان في حد ادنى للسترينث وفي حد ادنى للتايم. فالاوائل ما يقولوش ذا سترونجر ذا ستيمولس البديهيه الاولى، ذا شورتر ذا تايم، عندهم اجابه متميزه، يقولوا ويذين ليميتس، لان ويذين ليميتس دي هتديني البديهيه الثالثه والرابعه، ان هو في مينيمال سترينث اسمه ريو بيز، اقل كهرباء ويحتاج اطول مده اللي هو اليوتيلايزيشن تايم. زي ما في مينيمال سترينث في مينيمال تايم اسمها تي. دي البديهيه الرابعه. البديهيه الخامسه اللي هي اهمهم على الاطلاق، عشان كده حاطط باللون الاحمر، اللي هو كروناكسي. واتس كروناكسي؟ فهمتك، اجهزه قياس الاستجابه بتدي مش الريوبيز، ما تديش اقل شده، لان لو وصل اقل منه من خلال الجلد خد حته منه في المقاومه مش ما ينفعش، فبتدي دبل ديرابيز. يبقى الجهاز يدي دبل ديرابيز، والطبيب يقيس ايه؟ التايم اللي احتاجه دبل ديرابيز. يبقى كروناكسي از التايم نيد باي دبل ديرابيز. The shorter the chronaxy, the higher the excitability. يبقى the minimal time needed by double derivatives. The shorter the chronaxy, the higher the excitability. يبقى العلاقة ايه؟ It's a measure of excitability. والعلاقة عكسية. وقلت مين أهم أيون في جسمك يأثر في الإكسيتابيلتي؟ ما تقولش كالسيوم، الأوائل يقولوا أيونايز كالسيوم، لأن الكالسيوم اللي عليه تشارجز هو ده اللي بيمنع دخول الصوديوم، وبالتالي اللي هو الأيون اللي بيعمل الكهرباء، وبالتالي ما فيش كهرباء في النيرف، ما فيش إكسيتابيلتي. انا عارف انك تقدر تبيع تعيد الفيديو تاني، لكن انا هقوله لك في عجاله. الاجابه النموذجيه الخمس جمل للسترينث ديوريشن كيرف: ذا سترينث از بلوتد اجينست ذا مينيمال تايم. الجمله الثانيه: ذا سترونجر ذا ستيمولس، ذا شورتر ذا تايم ويذين ليميتس. عشان كده الكيرف نازل، لان العلاقه عكسيه وفي شكل ربع دايره، لانه ويذين ليميتس. الجمله الثالثه: There is a minimal strength ريو بيز، تحتاج أطول مدة اللي هي utilization time. الجملة الرابعة: There is a minimal time اللي هي T. الجملة الخامسة والأهم: Chronaxy is a time needed by double derivatives. The shorter the chronaxy اللي يستجيب في زمن أقصر، the higher the excitability. And chronaxy is taken as a measure of excitability. ومن هو الأيون الذي يمنع دخول الصوديوم اللي بيعمل كهربة الجسم؟ ايونايزد كالسيوم. العلاقه عكسيه. طيب ننتقل يا اولاد للكهرباء بقى، عايزين نعرف الكهرباء. فاحنا الكهرباء الالكتريكال ستيت اوف ذا نيرف هنقسمها الى جزئين. في كهرباء بتحصل ديورنج ريست، حتى اسمها يعني يوجد نوعان من الكهرباء: كهرباء من غير ما ندي الاستيمولس دورينج ريست، وكهرباء لما ندي الاستيمولس. كل اعصابك فيها كهرباء دورينج ريست، حتى اسمها ريستنج ميمبرين بوتنشال، كهرباء الميمبرين دورينج ريست، ار ام بي، تبقى حافظها صم الابريفيشن. هنا في نورث امريكا ما فيش غير ابريفيشنز، لو ما تعرفش ابريفيشن عمرك ما هتنفع تشتغل هنا. و40% من الناس
خريجي الجامعات في العالم كله عندهم الامريكان دريم ان هم ياخدوا المعادله الامريكيه ويشتغلوا في نورث امريكا، فبس تبقى عارف ابريفيشن. يبقى ديو الكهرباء ديورينج ريست اسم على مسمى ريستنج ميمبرين بوتنشال ار ام بي. النوع الثاني من الكهرباء اللي هو لو ديت ستيمولس. طب لو ديت ستيمولس يوجد احتمالان، لو الاستيمولس ده ثريشولد، يعني ثريشولد معناه كافي بيوصل للمدخل هيدخلني هيعمل حاجه كافي، او سوبرا ثريشولد جت الخير خيرين هيدي الاكشن بوتنشال اللي هو النيرف امبلس اللي هي النبضه العصبيه اللي هي الكهرباء بتاعت النيرف. اما لو اديت ستيمولس سب ثريشولد احتمال الثاني اقل من الثريشولد، مش هيدي نيرف امبلس، مش هيدي نيرف سيجنال، مش هيدي اشاره عصبيه اللي هي الاكشن بوتنشال، هيدي كهرباء بس ما بتمشيش. ففي احتمالين يسموها الكترونيك ريسبونس او لوكال ريسبونس. يبقى الاكشن بوتنشال بيفرق ايه بقى؟ الاكشن بوتنشال ده بروباجيتد بيمشي، يعني ما تدي المؤثر الكافي في الريسبتور ويطلع اكشن بوتنشال، اكشن بوتنشال يمشي في الافرنت في الوارد لحد ما يوصل للنيرفس سيستم. الاكشن بوتنشال ده بروباجيتد في الام اس كيو بروباجيتد بيمشي، انما السب ثريشولد ستيمولس بيعمل كهرباء ما بتمشيش، اسمها الكترونيك او حتى الاسم الثاني واضح لوكال، لوكال يعني في مكانها لوكال ريسبونس، الكترونيك ريسبونس او لوكال ريسبونس. يبقى ده ملخص الكهرباء اللي هناخدها يا اولاد. يبقى يوجد احتمالان. حب النظام قوي حضرتك، الكهرباء اللي موجوده في اعصابك دلوقتي وانت قاعد محدش عمل لك ستيميليشن ديورينج ريست اسمها ريستنج ميمبرين بوتنشال. طب الاحتمال الثاني لو عملنا لك ستيمولس، هنا هذا الاحتمال ينقسم الى احتمالين. لو الاستيمولس ده كافي ثريشولد او زياده الخير خيرين سوبر ثريشولد هيطلع اكشن بوتنشال اللي بيسموها نيرف امبلس الاشاره العصبيه، خلاص، او نيرف امبلس النبضه العصبيه. اما لو كان سب ثريشولد هيدي كهرباء ما تتحركش من مكانها، اسمها لوكال ريسبونس او الكتروترونيك ريسبونس. طيب ناخد اول كهرباء بقى وهي ريستنج ميمبرين بوتنشال. ريستنج ميمبرين بوتنشال او بيسموها بولارايز ستيت، حاله الاستقطاب. تعال نشوف ليه سموها حاله الاستقطاب. انا بتصور دخلت المحاضره فلقيت ولد يعني مستقطب اصحابه في ركن من المدرج، واحد تاني مستقطب عدد اخر من اصدقائه في ركن اخر. فانا قلت لا يا اولاد انا مش عاوز استقطاب، انا عاوزكم كلكم مع بعض مجموعه واحده. طب ما ده اللي حاصل، ان during rest الاوتر سيرفيس اوف ذا نيرف مستقطب اكثر البوزيتيف تشارجز، والانر سيرفيس اوف ذا ميمبرين اوف ذا نيرف مستقطب اكثر النيجاتيف تشارجز. عشان كده سموها بولارايز ستيت، حاله الاستقطاب، لان الاوتر سيرفيس استقطب، ممكن تفتح ودنك، اكثر البوزيتيف، ما قلتش فقط، احنا عشان ما نلخبطكوش بنرسم عليه بوزيتيف فقط، انما الحقيقه هو عليه بوزيتيف ونيجاتيف، بس بوزيتيف اكتر، والانر عليه نيجاتيف وبوزيتيف بس النيجاتيف اكثر. فده بيسموه بولارايز ستيت او ريستنج ميمبرين بوتنشال. طيب باي ديفينيشن ايه تعريف الريستنج ميمبرين بوتنشال؟ علمتها لك بطريقه لطيفه من دقنه وفتله. انت الممتحن بيقول لك ما هو تعريف الريستنج ميمبرين بوتنشال، انت عكسها له، قول له ابتدي بالعكس، هو قال لك الريستنج ميمبرين بوتنشال، قول له طريقه جميله قوي في الحفظ يا ولاد، it is the potential of the membrane during rest. يقول لك هايل، مع ان انت قلت اللي قاله، بس هو قالها من الشمال لليمين انت قلتها من اليمين للشمال. هو قال لك ايه تعريف الريستنج ميمبرين بوتنشال، فانت قلت له it is the potential of the membrane during rest. تمام. النقطه الثانيه الميجرمنت، بنقيسه ازاي؟ قيسه نحط تو الكترودز، واحد على الاوتر سيرفيس والثاني على الانر سيرفيس عشان نجيب فرق جهد ما بين الاوتر والانر، ونوصلهم بفولت ميتر، ميتر يعني مقياس للفولت، فيبقى تو الكترودز متوصلين بفولت ميتر. طيب النقطه الثالثه الفاليو، هنلاقي القيمه كام؟ قال لك القيمه بتختلف من نسيج الى اخر.
ففي احسن عصب في الجسم اللي هو ايه، حتى احنا قلنا الايه ده انواع، في اربعة انواع الايه ده، الفا وبيتا وجاما ودلتا. احسنهم ايه؟ الفا. حتى اقول لك ده الالفا بتاع الفصل، اتخن واحد اللي هو سرعته 120 متر في الثانية في الايه الفا. وعارف ليه بنشتغل على ادخن واحد؟ عشان ما بنحبش نصعب على روحه، عشان تشريحه ونطلعه بره ونشتغل عليه اسهل، لانه كبير، لانه كبير. عشان كده معظم الناس بتشتغل على الاي الفا، فبيبقى فرق الجهد ناقص 90 ملي فولت. بينما في الميديوم سايزد نير فايبرز ناقص 70، في الريد بلاد سيلز ناقص 20 ملي فولت. انا ما يهمنيش تحفظ الارقام دي، انما يهمني انك تعرف ان فرق الجهد بيختلف من نسيج الى اخر. نيجي بقى النقطة المهمة، فرق الجهد في اللي هنشتغل عليه اللي هو احسن اعصاب الاي الفا. وقلنا ليه الى الاي الفا؟ لانها largest nerve fibers، عشان تبقى فاهم مش حافظ، وبالتالي easily dissected، سهل نشرحها ونشتغل عليها بره الجسم، بيبقى ناقص 90 ملي فولت. اول غلطة هتغلطها وهتطلع من الاصفر، ان هو بيكتب لك 90 دي صح، قلت لك نوع في الـ في الام اس كيو، يبقى يبوظ الرقم، يبوظك التمييز، يقول لك 90 فولت. غلط، كان 90 ملي فولت. بص يا بابا هقولها لك عشان ما تنسيش، تخيل لو كهربت الجسم 90 فولت، انت البطاريه بتاعت العربيه 12 فولت، لو مسكت قطبي البطاريه تتشنج. تخيل لو كهربت الجسم 90 فولت كنت اتشنجت، فعبط مش عاوز بمثلها ليه. الطالب بيقول احنا بننسى الرقم بس بنفتكر انت مثلتها ازاي. 90 ملي فولت، ملي فولت وليس فولت، مفيش في الجسم بالفولت، بالفولت كنا نتشنك. طب ايه حكايه الماينس دي؟ برضه عاوز ناس فاهمه. لو انا قلت لك ان فرق الجهد 90 ملي فولت، فانا اديتك معلومه واحده ان في فرق 90، بس ما عرفتش مين بوزيتيف ومين نيجاتيف. فعشان كده، عشان كده اتفق عالميا ان احنا نعبر عن فرق الجهد من وجهة نظر الانر سيرفيس. يعني in English this potential difference is expressed in term of inner surface. فما اقول لك ناقص 90 ملي فولت، يبقى انا اديتك معلومتين، ان في فرق 90 وان احنا هنتكلم على الانر بس، ان الانر هو اللي عليه النيجاتيف. لكن انا قلت لك في فرق جهد 90، في فرق جهد 90، بس مين بوزيتيف ومين نيجاتيف ما اعرفش. لكن لما اقول لك اتفقنا عالميا ان الاشاره دي هي اشاره الانر سيرفس، فاما اقول فرق الجهد ناقص 90 ملي فولت، معناه حاجتين مش حاجه واحده، ان في فرق 90 ملي فولت وان الانر هو اللي عليه النيجاتيف تشارجز. دي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه، causes of resting membrane potential، وده تاني سؤال في الاسئله السبعه بتوع النار، وده نظري مهم والسالف. يبقى لو جالك resting membrane potential، وده غالبا ما بيجيش، هتتكلم عليه في اربع نقاط. definition هتعكسها، it is the potential of the membrane during rest. المجرمنتس 2 مايكرو الكترودز متصلين بفوليوميتر، والقيمه في احسن عصب تكتبها مظبوط ناقص 90 ملي فولت. causes، ايه سبب الريستنج ميمبرين بوتنشال؟ ذلك يعزى لسببين. السبب الاول بطريقتي بقى، احنا قلنا هناخد على بعض، سيلكتيف بيرميابيلتي، النفاذيه الاختياريه، ثم سيلكتيف بيرميابيلتي، ثم سيلكتيف بيرميابيلتي، بعتها ثلاث مرات، ثم صوديوم بوتاسيوم بامب. واحد قال لي انت ليه قلتها بالطريقه دي؟ لان من الناقص 90 النفاذيه الاختياريه السلكتيف برميابيلتي مسؤوله عن ناقص 86 ملي فولت، بينما الصوديوم بوتاسيوم بامب مسؤول فقط من ناقص 90 عن ناقص 4 ملي فولت. قلت بعد نهايه الاسبوعين هناخد على بعض. عند العبد الله مش بس مهم انك تقول المعلومات صحيحه وبالترتيب الصحيح اللي هي بنقولها في امثالنا الاهم فالاقل اهميه. يبقى ما ينفعش اما اقول لي ايه سبب الريستنج ميمبر بوتنشال، دي مش اجابه الاوائل، اقول له الصوديوم بوتاسيوم بامب والسلكتيف بريميابيلتي، هي صح بس مش اجابه الاوائل. الاهم فالاقل اهميه، سلكتيف بريميابيلتي ثم سلكتيف بريميابيلتي ثم سلكتيف بريميابيلتي ثم صوديوم بوتاسيوم بامب. اهم نقط في الام اس كيو ان دي مسؤوله عن ناقص 86 ملي فولت وباسف ما بتدفعش فيها. ثانك جاد، اشكر ربنا يا اخي،
يعني معظم فرق الجهد ده حضرتك ما بتدفعش فيه حاجه، باسيف. بينما الصوديوم بوتاسيوم بامب ده 4 ملي فولت ده اللي بتدفع فيه اكتف، عاوز اي تي بي. وما عشقت مثل عشق للنظام. انت لو لاحظت كده ده لو حد جميل قوي يا اولاد، حبش الهيصه. كل من هذين العاملين هتكلم عليه في ثلاث نقط. الاينز سيلكتيف بريميبيليتي، هتكلم على توزيع الاينز قلناها في الانترودكشن، والشانلز اللي هيتحرك، ثم موفمنتس الاينز اكروس شانل، وده الحديث الاكبر. يبقى اينز والشانلز وهجمعهم مع بعض موفمنتس الاينز اكروس شانلز. اما الصوديوم بوتاسيوم بامب هتكلم عليه في ثلاث نقط، هتكلم على الصوديوم بامب لوحده والبوتاسيوم بامب لوحده تاني نقطه، ثم الميكانيزم اللي قلناه في الانترودكشن بتاع الصوديوم بوتاسيوم بامب. يبقى كل في ثلاث نقاط. نبتدي باول نقطه هي الاهم، السبب الاساسي، لان في فرق جهد ناقص 90 ملي فولت عبر الاي الفا نيرز سيلكتيف بريميبيليتي. ليه بدانا بيها؟ لانها ناقص 86 ملي فولت وباس. توزيع الاينز يا اولاد اظن قلناها. مين يقول لي شاطر سمع محاضرات الانترودكشن جوه في مين اكتر؟ قال لي انت قلت لنا كل اللي جوه بحرف البي، بوتاسيوم بوزيتيف، بروتينز وفوسفات نيجاتيف، بينما بره في مفهومش حرف البي، صوديوم بوزيتيف وكلورايد وبايكربونيت نيجاتيف. عدنا اللي فات، هنزود حته صغيره بقى هنا يا اولاد. ان احنا عاوزين نعرف نسبه البوتاسيوم والصوديوم بره لجوه قد ايه، وقال لكم اسهل طريقه ممكنه. احنا قلنا البوتاسيوم جوه اكتر، البوتاسيوم جوه اكتر، فالبوتاسيوم جوه 140 ملي اكويفالنت بير لتر، خلاص بره 4 ملي اكويفالنت بير لتر. ما احنا قلنا لازم يبقى بره البوتاسيوم ده اخطر اين في الاكسترا سيلولار فلويد، تحت 5 لو كنت فاكر 4، بس احنا بنختار اعداد سهله. الصوديوم بالعكس بره اكتر، ما احنا قلنا كل حاجه اكتر، ما عندناش حاجه مطلقه يا اولاد في هذا الكون غير الخالق. يعني اعيدها لك تاني، فاكر قلت لك الاوتر سيرفيس عليه بوزيتيف تشارجز اكثر مش فقط، والانر نيجاتيف تشارجز اكثر. الايونات دي جوه اكتر لكن موجوده جوه بره، ودول بره اكتر لكن موجوده بره وجوه. يبقى مفيش مطلق مطلق عشان تبقى من الاوائل غير الخالق، كل حاجه اكثر اكثر مش فقط. فالبوتاسيوم جوه 140 ملي فولت انه جوه اكتر، بره 4 ملي فولت. الصوديوم 140 ملي فولت بره، بره اكتر، جوه 14. طالب قال لي انت قلت لنا عندك طريقه حلوه تحفظها لنا بيها. اه سهله، يبقى خد بالك في رقم 140 مشترك هنا، حتى الرقم الثاني فيه رقم 4، هنا 140 و4، هنا 140 و14. حلو، يبقى هنا 140 و4، هنا 140 و14. يبقى نسبه البوتاسيوم جوه لبره قد ايه يا اولاد؟ اقسم 140 على 4 تطلع 35 مره، بينما الصوديوم 140 على 14 يبقى بره لجوه تبقى 10. وهي موجوده قصادك جدول عامله لك تحت، يبقى شفت الارقام لطيفه. ايه الرقم المشترك؟ 140. البوتاسيوم جوه اكتر، 140 جوه، والصوديوم بره اكتر، 140 بره. طب والرقم الثاني؟ انه الصوديوم بره قد جوه 10 مرات، يبقى الرقم الثاني هيبقى 14 انترسيلر، انما البوتاسيوم جوه قد بره 35 مره، لان ده اللي يهمني الريشيو ده، هو ده اللي بيجي في الام اس كيو، يبقى 4. يبقى شفت الاعداد عاملها لك بطريقه حلوه اهو وملونها لك. 140 رقم مشترك، 140 و14 في حاله الصوديوم يبقى 10 مرات بره قد جوه، 140 و4 يبقى 35 جوه قد بره، ده البوتاسيوم. تقول هذا الكلام، دي اول نقطه. تاني نقطه يا اولاد التشانلز، اسمها ايه التشانلز؟ ليكج بوتاسيوم تشانلز. ليك يعني بتسرب بوتاسيوم، ليها اسم اخر هبقول لكم بس في اوانيها ليه بيسموها انورز ريكتيفاينج بوتاسيوم تشانلز، لان التشانل دي ومعاها اتنين تانيين خدوا فيها جائزه نوبل، اتنين، واحد اسمه هودجكن والتاني اسمه هاكسلي. يبقى ارجع المحاضرات الاساسيه حكي القصه.
علمك حاجة تاني، قلنا بعد اسبوعين هناخد على بعض. احنا ممكن نجيب معلومات من اللي مكتوب قصادنا. مكتوب channels، يبقى لازم تبقى تركيبة بروتين. ما احنا ما قلنا ما كل الحاجات الاكتف بروتين، هنديك عليها نمرة مع ان انت بس انسان بتفكر. بوتاسيوم، يبقى بتليك بوتاسيوم اكتر من الصوديوم، وعش كده العنوان selective permeability، لازم تربط اللي بتشرحه بالعنوان. النفاذية الاختيار يعني channels اختارت البوتاسيوم قد الصوديوم، بتفوت البوتاسيوم قد الصوديوم، افتح ودنك 20 لـ100 مرة. طب قالوا ليكج بتسرب يبقى non-gated. يبقى شفت الطالب الذكي بيستنبط المعلومات اللي موجود قصاده. ليكج بوتاسيوم channels، هما في الانجليزي اهل اليسار بيبتدوا بالشمال اليمين، احنا اهل اليمين. فاللي بتقراه بالانجليش from left to right discussed بالعربي بالعكس. channel يبقى تقول ده it's a protein in nature. بوتاسيوم ليه قالوا بوتاسيوم؟ لانها بتفوت البوتاسيوم اكتر من الصوديوم. الرقم مهم قوي في الام اس كيو، 20 لـ100 مرة، وده سبب التسميه سيلكتيف بريميابيلتي، يعني تشانل سيلكت البوتاسيوم مش الصوديوم. وليكج يبقى نون جيتد. بعدين هنتكلم على الموفمنتس اوف اينز اكروس تشانلز، دي هنشرح. يبقى دول ثلاث نقط اتكلمنا على الاينز اللي جوه بحرف البي بوتاسيوم بروتين فوسفات، اللي بره ما فيهمش حرف البي صوديوم كلورايد اند بايكربونات. وقلنا نسبه البوتاسيوم جوه الى بره 35 مرة، الصوديوم بره الى جوه 14 مرة. بعد تاني نقطه اتكلمنا على تشانلز ليكج بوتاسيوم تشانلز، بروتين بتفوت البوتاسيوم 20 لـ100 مرة ولا نان جيتد. نيجي الموفمنتس بقى، وهي النقطه الاهم، ركز معايا حضرتك. دلوقتي نحكي القصه. حط روحك انت تخيل، قلنا ان احنا ان ار سيستم بنعتمد باوديو فيجوال نمره 1 في السبع حاجات، نمره 2 ان هو وي ثينك اند ايماجين. حضرتك البوتاسيوم بقى احنا وي سيلكت، اخترنا نتكلم على مين؟ الشانل اختارت البوتاسيوم، يبقى كلامنا على البوتاسيوم. حضرتك مطرح البوتاسيوم جوه قد بره 35 مرة، جوه 140 وبره 4، يبقى 35 مره جوه قد بره. يبقى حضرتك بالكونسنتريشن جريدينت تمشي منين لفين؟ طالب قال الكونسنتريشن جريدينت هتمشي البوتاسيوم من الانسايد للاوتسايد، تمام؟ حلو. طب لما يخرج البوتاسيوم بره هيتجمع بوزيتيف تشارجز بره اكتر، لان قبل ما البوتاسيوم يليك كان مفروض بره في بوزيتيف قد النيجاتيف وجوه في بوزيتيف قد النيجاتيف. لما بعض البوتاسيوم البوزيتيف اتحرك من جوه لبره خلى عدد البوزيتيف بره، وهو ده ريستنج ممبر بوتنشال اكتر بوزيتيف تشارجز. طيب لما يتجمع بوزيتيف تشارجز بره كتير، يبقى البوتاسيوم اللي جاي بعد كده البوزيتيف رايح ناحيه بوزيتيف، ده يعمل له ريبالشن، يبقى يبتدي البوتاسيوم يدخل تاني بحاجه اسمها الكتريكال جريدينت. واظن انا كنت اللي سمعني في الانترودكشن قلت ان اي ايون في الجسم بيتحرك بقوتين، بالكونسنتريشن جريدينت فروم هاير تو لور، وبالالكتريكال جريدينت البوزيتيف يريبل البوزيتيف. طيب يبقى يوجد قوتان تحركان البوتاسيوم، عاوز يخرج لانه جوه اكتر من بره بالكونسنتريشن جريدينت. لما تجمع بره بوزيتيف اكتر ابتدى البوزيتيف يمنع خروج البوزيتيف، فعاوز يدخل بالالكتريكال جريدينت. حضرتك جاوب الجمله الثالثه بقى، متى تتوقف حركه البوتاسيوم؟ طالب ذكي قال لي عندما تتساوى القوتان، لما القوتين يقعدوا بعض هتوقف حركه البوتاسيوم. طب انا اسالك عند انهي فرق جهد بوتنشال ديفرنس هيتساوى القوتان؟ طالب قال لي معرفش يعني ما يبقى فرق الجهد كام هيبقى الكونسنتريشن قد الالكتريكال فتوقف حركه البوتاسيوم. بس في واحد في عالمنا هذا عرف هذا الاكوليبريم بوتنشال، اسمه نيرنست. فاسمه نيرنست ايكويشن، عمل ايكويشن يقدر يطبقها على 1 اين، يقول لك على اي اين امتى الكونسنتريشن هيساوي الالكتريكال جريدينت تتوقف حركه البوتاسيوم.
يبقى واحد بس في عالمنا هذا قدر يحسب البوتنشال اللي هيبقى التو فورسز عندهم ايكوال. عشان كده عارف سموها ايه؟ افتح ودانك. ايكوليبريم بوتنشال. مش انا علمتكم ان كلمه ايكوليبريم جايه من كلمه ايكوال؟ فالبوتنشال فرق الجهد اللي عنده التو فورسز هيبقوا ايكوال، سموها ايكوليبريم بوتنشال في بوتاسيوم. المعادله دي تحفظها صم بقى، بتاعت نيرنست. قال ايه نيرنست؟ ماينس 61 ده ثابت، لوغاريتم لوج، اهم غلطه ما تغلطش، الكونسنتريشن اوف اين انسايد على الكونسنتريشن اوف اين اوتسايد، يعني الانسايد فوق مش تحت. خلاص، كونسنتريشن اوف اين انسايد على الكونسنتريشن اوف اين اوتسايد. على فكره بس ما تقولش للزملاء عشان ما تلخبطهمش، انت ممكن تعكسها بس تغير الاشاره هنا، بدل ما هي ماينس تبقى بوزيتيف. انسى اللي انا قلته ده للناس اللي مخها رياضي، هما ما يعرفوش الكلام ده بتوعنا، فما تلخبطهمش، فتقولها لهم زي ما هم عارفينها. ماينس 61 لوج الانسايد على الاوتسايد. طبق الكلام ده على البوتاسيوم. ماينس 61 لوغاريتم، قلنا البوتاسيوم الانسايد قد بره 35 مره، 35 على 1. لما تجيب ناتج المعادله دي ناقص 61 لوغاريتم 35 هيطلع ناقص 94 ملي فولت. طيب طبق نفس المعادله، لو ان هنفرض فرضا خطا، لو ان التشانل كات بتحب بتسلكت الصوديوم، وده اللي مش حاصل، هي بتسلكت البوتاسيوم، طبقها على الصوديوم نحسب، يبقى الايكوليبريم بوتنشال بتاع الصوديوم تساوي ماينس 61 لوغاريتم الصوديوم، بقى بالعكس جوه قليل جدا، واحد بره كتير، ادي 10 مرات، يبقى ماينس 61 لوج 1 على 10 تطلع زائد 61 ملي فولت. يبقى بص للرقمين هنا، هو احنا عرفنا منين ان الشانل، افتح ودانك، سلكت البوتاسيوم؟ عرفنا منين ان الايون المسؤول عن البولارايز ستيت اساسا هو البوتاسيوم؟ من نيرنست ايكويشن، لما حسبنا الايكوليبريم بوتنشال البوتاسيوم طلعت ناقص 94، رقم قريب قوي قوي من الحقيقه اللي هي ناقص 90. بينما لما حسبنا الايكوليبريم بوتنشال بتاع الصوديوم، لو كان لو فرض خطا، لو كان الصوديوم هو الايون اللي سيلكتد هو اللي شغال، كان مفروض يعني المفروض القوى ثانيه تساويا لما يبقى فرق جهد زائد 61. خد بالك الغلط هنا مش 61 انها بعيده عن 90، الغلط انها زائد. احنا قلنا ان احنا في الريستنج ممبر بوتنشال الانسايد نيجاتيف، الاشاره مهمه. فالنيرنست ايكويشن هي اللي اثبتت لنا ان مين الايون المسؤول عن الريستنج ممبر بوتنشال الاساسي؟ البوتاسيوم. ليه؟ لان الايكوليبريم بوتنشال بتاعته هي اللي قريبه من الحقيقه، طلعت ناقص 94، قريبه من ناقص 90. بينما ليه مش الصوديوم؟ لان الايكوليبريم بوتنشال بتاع البوتاسيوم لما بنطبق المعادله، لو كان الصوديوم هو اللي شغال كانت هتطلع العكس تماما، كانت هتخلي الصوديوم لما يدخل جوه يخلي جوه اللي بوزيتيف وبره اللي نيجاتيف، فتبقى زائد 61. حفظتها الاجيال بطريقه لا تنسى بالسمع يا اولاد. واحد من اهم المعلومات هقولها دلوقتي بس فتح ودانك. يبقى يوجد لاعبان اساسيان، بوتاسيوم وصوديوم. مين اللاعب الاساسي في صناعه البولارايز ستيت؟ طالب قال لي البوتاسيوم. عرفتها منين؟ ان الايكوليبريم بوتنشال بتاعته من نيرنست ايكويشن هي اللي قريبه من الحقيقه ناقص 94 والحقيقه ناقص 90. فقلتها والتملي الطلبه بيذكروني بالحاجات اللي بقولها وبيكتبوها لي ساعات على النت وفي الفيسبوك، ان المسؤول عن البولارايز ستيت هو البوتاسيوم. دونت ايفر فورجيت ات. البولارايز ستيت اللي هو ريستنج ممبر بوتنشال، بو 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 بولارايز ستيت، مين مسؤول عنه؟ البو بو بو بوتاسيوم. يبقى سؤال مش كده مهم جدا هنا، يبقى مين الايون في الاثنين اللي بيلخبط البولارايز ستيت اللي هو ريستنج ممبر بوتنشال؟ بوتاسيوم. اوعى تنسى لما يكتب لك اربع ايونات ويقول لك التغير في ايهما او في ايهم من الاربعه هو اللي هيبوظ البولارايز ستيت، ما تقراش السؤال. بوتاسيوم. اثبتناها ازاي ان البولارايز ستيت اللي هو ريستنج ممبر بوتنشال مسؤول عنه البوتاسيوم؟ نيرنست هو اللي اثبتها لما حسب الايكوليبريم بوتنشال بتاعت البوتاسيوم بتاعت الصوديوم
لأن رقم البوتاسيوم هو القريب من الحقيقة. البوتاسيوم هو الذي يصنع هذه الحقيقة. البولاريز ستيت المسؤول عنها البوتاسيوم. سؤال للأكثر ذكاء. طالب قال لي مال ناقص 86، انت قلت ان السيلكتيف بيرميابيلتي دي المسؤول عنها ناقص 86 من ال 90. مين ازاي عرفنا ان السيلكتيف بيرميابيلتي مسؤول عن ناقص 86 من ال 90؟ الاول نتفاهم، جاوبني بذكاء. هو البوتاسيوم، اجب على السؤال الاتي، هو اللاعب الوحيد ولا اللاعب الاساسي؟ يعني هل انا قلت الشانلز بتليك البوتاسيوم فقط ولا البوتاسيوم اكتر من الصوديوم 20 لـ100 مرة، اكتر من غيره 20 لـ100 مرة؟ طالب قال انت قلت اكتر، يبقى البوتاسيوم ليس هو اللاعب الوحيد انما هو اللاعب الاساسي في البولاريز ستيت والبوتاسيوم، لكن الباقيين بيلعبوا برضو. فراجل عمل لنا معادلة بقى أكثر صعوبة لكنها أكثر دقة، خد فيها في الاعتبار مش بس all ions اللي بتلعب والpermeability كمان. وهذه المعادلة نسبة إلى اسمها Goldman equation. يبقى إيه الفرق بين النيرنست وGoldman؟ نيرنست بياخد ion ion المعادلة بتاعته، ودي اللي نحفظها، ناقص 61 لوغاريتم من الانسايد على الأوتسايد. إنما جولدمان هو نحفظ المعادلة بياخد في الاعتبار all ions المهمة، ومش بس all ions والpermeability ليهم. ومين هم الـ ions المهمة؟ ده سؤال في الـ MSQ. بوتاسيوم ثم بوتاسيوم ثم بوتاسيوم ثم صوديوم ثم كلورايد، يعني دول الأيونات المهمة، إنما الأهمهم طبعا بوتاسيوم والpermeability. والراجل ده عشان ما تنساش اسمه، راجل يهودي. واحد يقول لي عرفت إزاي؟ بص اعلمك حاجه لطيفه فقط المعلومات العامه. لما تعيش في بلد مالتي كالتشرال زي كندا، يعني فيها ثقافات متعدده، بتعرف دون ان تسال جنسيه الشخص اللي اول ما يقول لك اسمه، من اسمه بتعرف ده جنسيته ايه. مفيش حد يسمي في اخر الاسم مان غير اليهود. جولد مان، وايز مان راجل حكيم، سليمان. وما فيش حد يسمي جولد وسيلفر ذهب او فضه غير اليهود. فهذا الرجل يوجد في اسمه شيئان ينم معنى انه هو يهودي، جولد ومان. حط المعادله الاصعب، لما خد في الاعتبار كل الاينز والبيرميابيلتي، طلع بقى انه هم مع بعض هيعملوا فرق جهد مقداره ناقص 86 ملي فولت من 90. ده السيلكتيف بيرميابيلتي يا اولاد. طيب يبقى السيلكتيف بيرميابيلتي، في سؤال نزل في الشفوي هيساله لك، ديبيندز على ايه؟ ديبيندز على الان ايكوال ديستريبيوشن اوف اينز اكروس ذا ممبرين، ان اللي جوه بحرف البي واللي بره ما فيهمش حرف البي، وان الممبرين دي الاهم، مور بيرميابل تو وان اور مور اينز، اكثر من غيرهم. يبقى السيلكتيف بيرميابيلتي اعتمدت على ان الايونات بتوزعها بطريقه مختلفه، وان الشانل بتسلكت اين منهم او اكثر تعديه بطريقة معينة. ده السيلكتيف بيرميابيلتي يا ولاد. يبقى هنجاوبها في كام نقطة؟ نعود تاني. السيلكتيف بيرميابيلتي في 3 نقاط أساسية. هتقول الأينز اللي جوه بحرف البي اللي بره ما فيهمش حرف البي، أي أول نقطة من الثلاثة. تاني نقطة تشانلز. ليكج بوتاسيوم تشانل، هتكتبها إزاي؟ هتقرا من الآخر الأول. تشانل يبقى بروتين، بوتاسيوم بتعدي البوتاسيوم من 20 لـ100 مرة، ليكج يبقى لانجيت. وبعدين أهم حاجة الموفمنتس أوف أينز أكروس تشانلز. هتختار مين؟ خد بالك، خليك مرتبط بالعنوان سيلكتيف. التشانل اختارت مين؟ البوتاسيوم. حضرتك تركز في البوتاسيوم. في كم قوه علمتك بيؤثرها في حركه الايون؟ قال واحد، قال 2. هو جوه اكتر من بره 35 مره، يبقى يخرج بالكونسنتريشن جريدينت، فيخلي بره مور بوزيتيف، وهو ده ريستنج ممبر بوتنشال، اللي بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، فيبتدي بوزيتيف مش قادر يروح لبوزيتيف، يبقى يدخل بالالكتريكال. متى تتوقف حركه البوتاسيوم؟ انتوا اللي قلتوها، عندما تتساوى القوتان. فأنا سألتكم عند أنهي فرق جهد هيتساوى القوتان؟ قلتوا لي ما نعرفش، قلت لكم بس نيرنست يعرف. نيرنست عمل معادلة يقدر يقول لك عند أنهي فرق جهد هيقف بوتاسيوم، وسماها حتى إيكوليبريم بوتنشال، لأنها اللي عندها بيبقى الكونسنتريشن إيكوال للإلكتريك، فسماها إيكوليبريم بوتنشال بوتاسيوم. لما طبقناها على البوتاسيوم طلع لو ان البوتاسيوم بيلعب لوحده
لوحده ما فيش عيارات تانية، كان هيدي رقم ناقص 94، الصوديوم لوحده كان هيدي زائد 61. اي الرقمين اقرب للحقيقه؟ البوتاسيوم. عشان كده عرفنا ان البوتاسيوم هو المسؤول عن البولاريستي، والسؤال الاهم في الام اس كيو، ولا يتاثر البولاريستي اللي هو الريستي ميمبر بوتنشال بعين اكتر من تاثره بالبوتاسيوم. طب السؤال الاصعب، طب ازاي عرفنا ان السيلكتيف بريمابيلتي مسؤوله عن ناقص 86 ملي فولت بس؟ قلت انه مش البوتاسيوم لوحده، ولا البوتاسيوم هو اللاعب الاساسي وليس الوحيد، لكن في ثلاث ايونات بيلعبوا بوتاسيوم صوديوم اند كلورايد. ده سؤال لوحده في الام اس كيو، اهمهم البوتاسيوم. فراجل يهودي اسمه جولدمان عمل ايكويشن ما خدش في الاعتبار فيها وان اين بس، خد اول اينز والبرميابيلتي، وما عليكش تحفظها، هو ده اللي طلعنا ناقص 86. ننتقل للصوديوم بوتاسيوم بامب، برضه هنحكيها في ثلاث نقاط يا اولاد. صوديوم بامب، الاول بص معايا، صوديوم بامب احنا قلنا الصوديوم بره قد جوه 10 مرات خلاص، فالصوديوم اللي بيغلط وبيدخل الشانل بتعديه اقل من الفاسيوم بس بتعديه بره، اللي حصل له ليك لجوه عاوز ارجعه تاني لمكانه، يبقى هنا الصوديوم اساسا بره، اللي داخل عاوز ارجعه لبره، يبقى هرجعه اجينست كونسنتريشن جريديانت. طيب ذكي، طب وبره في بوزيتيف والصوديوم بوزيتيف، يبقى هرمي بوزيتيف ناحيه بوزيتيف، يبقى اجينست الكتريكال جريديانت. يبقى الصوديوم بامب واحد من اهم المعلومات في الطب، في كل الجسم بيحدث اجينست تو جريدينتس، ان اساسا الصوديوم موجود بره الخلايا، وبره الخلايا بوزيتيف، فالصوديوم اللي بيدخل البامب بيرجعه ناحيه الصوديوم الكتير اجينست كونسنتريشن جريديانت، وناحيه بوزيتيف راح ناحيه بوزيتيف اجينست الكتريكال جريديانت. وقالها بطريقه جميله، رقم السعد في الصوديوم هو رقم 2، حفظتها الاجيال. يبقى لما يقول لك اي حاجه صوديوم تقول له 2، البامب اجينست تو جريدينتس، والتشالنج اللي هناخدها دلوقتي حالا عندها 2 جيتس، يبقى الصوديوم كل حاجه فيها 2. طب البوتاسيوم بقى بامب، البوتاسيوم اساسا جوه قد بره 35 مره تمام، فالبوتاسيوم بيخرج، فاللي خرج البامب عاوز يرجعه مكانه تاني جوه، يبقى بيرجعه اجينست كونسنتريشن جريدينت، بس البوتاسيوم بوزيتيف وجوه نيجاتيف، يبقى مش اجينست الكتريكال، ده ويت جريدينت. يبقى البوتاسيوم بامب بيحدث اجينست كونسنتريشن جريدينت فقط، ورقم الساعد في البوتاسيوم واحد. لما يقول لك البامب بتاع البوتاسيوم تقول له اجينست 1 جريدينت، ان هو جوه قد بره 35 مره، فالبوتاسيوم اللي بيخرج بره البامب بيرجعه تاني جوه اجينست جريدينت، لكن بوزيتيف رايح لجوه جوه نيجاتيف، مش اجينست الكتريك، اجينست كونسنتريشن جريدينت بس، وحتى التشانل بتاعته فيها جيت واحده. يبقى رقم السعد معلومات رائعه بيقولها لك لعبد الله، للصوديوم هو رقم 2، البامب اجينست 2 جريدينتس، والشانلز اللي هناخدها دلوقتي عندها 2 جيتس، انما البوتاسيوم رقم السعد 1 اجينست 1 جريدينت كونسنتريشن جريدينت والشانل فيها 1. يبقى ده الصوديوم بامب والبوتاسيوم بامب، صوديوم بامب اجينست 2 جريدينتس والبوتاسيوم بامب اجينست 1 جريدينت. ثم نيجي بقى ميكانيزم اوف صوديوم بوتاسيوم بامب، ودي شرحناها يا اولاد مع الانترودكشن، لكن نقولها بسرعه تاني، يعني التكرار بيعلم الشطار. قلنا ان الصوديوم بوتاسيوم بامب اهم نقطتين في الام اس كيو، ده اكتف عاوز اي تي بي، وتاني نقطه مسؤول عن ناقص 4 من 90. اللي بيعمل الصوديوم بوتاسيوم بامب مش بس في النيرف يا اولاد، قلت لكم في كل خلايا الجسم، قرص زي قرص الجبنه الرومي معمول من 2 سب يونتس، الفا سب يونتس اللي هي الدائره الكبيره، وبيتا سب يونتس اللي هي الدائره الصغيره. قلنا ايه مزايا الدائره الكبيره الالفا سب يونت؟ فاكر قلنا 3 2 1 عندها 3 بايندينج سايتس للصوديوم انسايد، عشان الصوديوم اللي غلط ودخل جوه تمسكه، 3 بايندينج سايتس للصوديوم انسايد، 2 بايندينج سايتس للبوتاسيوم على الاوتسايد عشان البوتاسيوم اللي غلط وغير مكانه وخرج بره يتمسك، وعندها 1 بايندينج سايتس فور اي تي بي. يبقى 3 للصوديوم انسايد، 2 للبوتاسيوم اوتسايد، واحده بتمسك فيه الاي تي بي. اما البيتا سب يونتس عندها اي تي بيز اكتيفيتي. ثم قلنا الجملة اللي كلها ساجعة يا اولاد فاكرينها، When the five sites are saturated the ATPase is activated and energy is liberated. تعمل ايه الانرجي دي بقى؟ تدور قرص الجبنة الرومي،
configurational change في البروتين مولكيول، تجيب الصوديوم في مكانه بره والبوتاسيوم في مكانه جوه. طيب يبقى ايه؟ يبقى يحصل configurational change to bring الصوديوم outside مكانه بره والبوتاسيوم inside. الفانكشنز قلنا ليها ثلاث وظائف، الصوديوم بوتاسيوم بامب هو ده اللي keeps الصوديوم outside والبوتاسيوم inside. تاني حاجة ان قلنا ثلاثة صوديوم بوستول يقابلوا اثنين بوتاسيوم بوستول، يبقى انهي ناحية فيها بوستول اكتر؟ ناحية الصوديوم ثلاثة وهنا اثنين، اللي هي برة يبقى الاوتر عليه بوزيتيف اكتر، بوزيتيف اكتر. طب هو ده الريستنج ميمبرين بوتنشال، يبقى يمكن اعتبار الصوديوم بوتاسيوم بامب هي القوة الثانية في صناعة الريستنج ميمبرين بوتنشال، بس بمقدار كام بس يا اولاد؟ 4 ناقص 94. وعشان كده سموها الكتروجينيك بامب. لو كانوا 3 قصاد 3 ما كانش فيه فرق جهد، مفيش كهرباء. 2 قصاد 2 كانوا سموها نون الكتروجينيك، لكن 3 قصاد 2 فخلت الاوتر سيرفس مور بوزيتيف، فرق عملت فرق جهد كهربائي فسموها. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو، الكتروجينيك بامب. طب وطالب شاطر، ده انهي نوع هذا البروتين من البامب؟ هل هو يوني ولا سيم ولا انتي بورت بروتين؟ انتي بورت لانه بيشيل بيحمل مادتين في اتجاهين متضادين، صوديوم لبره والبوتاسيوم لجوه. ثالث وظيفه للصوديوم بوتاسيوم بامب ان الصوديوم لما بيدخل بياخد معاه ميه هيفرقع الخلايا، هيغير الفوليوم بتاع الخلايا ويفرقعها. فلما نرجع صوديوم تاني بنكيب السيل فوليوم، بنمنع الرابتشر اوف سيلز عن طريق الدوننس ايكوليبريم. ده الار ام بي يا اولاد. طيب ننتقل لل الجزء الثاني. انت قلت لنا ان في كهرباء ديورينج ريست وفي كهرباء ديورينج ستيميليشن، صح؟ قلنا هذا الكلام يا ولد. لو ديت ستيميلس بقى اهو اتكلمنا عن ريست، دلوقتي حضرتك جينا النيرف بقى وادينا له ستيميلس. طالب يقول لي انا هذكرك انت قلت يوجد احتمالان، لو المؤثر ثريشولد هيدخلني الحاجه الجديده يعني كافي، ثريشولد معناها كافي سفيشن، هي معناها مدخل في اللغه بس يعني هنوصل للحته اللي عاوزينها، هندخل اللي احنا عاوزينه، او سوبر ثريشولد هيحصل اكشن بوتنشال. خلاص. اما لو كان سب ثريشولد، وده موضوعنا باذن الله في الريفيجن المحاضره الجايه، هيديني حاجه لوكال بقى مش بروباجيت، اللي هي لوكال ريسبونس او الكتروجينيك ريسبونس. طيب ايه قصه اكشن بوتنشال ده؟ تعال اوريك دلوقتي. لو انا اديت ستيمولس للنيرف فجاه البرميابيليتي للصوديوم بتزيد جدا، فالصوديوم يتدفق لجوه، تصور يخلي الصوديوم بوزيتيف، يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يعني عكس الاستقطاب، بقى جوه اللي بوزيتيف اكتر من بره بمقدار 35، فيسموا ده ريفيرسال اوف بولاريتي، انعكاس الاستقطاب. الامريكان لقوا كلمه طويله قوي، ريفيرسال اوف بولاريتي. لما بندي ستيمولس بدل ما كان الممبرين بيفوت البوتاسيوم اكتر بيتفتح شانل فولتج جيتد بالفولت تدخل صوديوم اكتر، فالصوديوم يدخل هو بره كتير، يدخل يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى جوه يزيد عن بره زائد 35، فنسمي ده انعكاس الاستقطاب ريفرسال بولاريتي، اللي ما عجبتش الامريكان وقالوا نستخدم كلمه واحده دي بولاريزيشن، مع ان في اللغه دي بولاريزيشن معناها انعدام الاستقطاب، زي دي نيرفيشن يعني ما فيش نيرف، دي بولاريزيشن ما فيش استقطاب، مع ان اللي حاصل هنا انعكاس في الاستقطاب، بس الامريكان قالوا بص احنا هنقولها دي بولاريزيشن انها اسهل والناس فاهمه ان احنا نقصد ريفرسال بولاريتي. بعد كده الممبرين بيرجع تاني، ترجع ريما لعادتها القديمه، يرجع الممبرين مور بيرميبل للبوتاسيوم ذان صوديوم عن طريق فولتج جيت بوتاسيوم شانل، تطلع البوتاسيوم تاني لبره، تخلي بره يرجع تاني بوزيتيف زي ما كان وجوه نيجاتيف، يبقى جوه ينقص عن بره 90، فنسمي ده عوده للاستقطاب ريبولاريزيشن. يبقى لما بدي ستيمولس يا اولاد ايه اللي بيحصل؟ بص لي، بدل ما كان بره في بوزيتيف بره في بوزيتيف جوه نيجاتيف،
البرميابيلتي تزيد للصوديوم، الصوديوم يدخل جوه يخلي جوه هو البوزيتيف وبره النيجاتيف، يبقى عمل ديبولاريزيشن. بعد شويه بيرجع الممبرين زي ما كان، يرجع مور بيرميابل البوتاسيوم، فيرجع البوتاسيوم يخرج بره يرجع تاني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، واحنا بيهمنا جوه يبقى يرجعه تاني ناقص 90، يبقى ريبولاريزيشن. يبقى لما اديت ستيمولس للنيرف ايه اللي حصل؟ دخل الصوديوم عمل ديبولاريزيشن خلى جوه بوزيتيف، ثم خرج البوتاسيوم تاني عمل ريبولاريزيشن، رجعنا لسابق عهدنا بره بوزيتيف جوه نيجاتيف. يبقى لما اديت ستيمولس، بص لي بقى كويس قوي دلوقتي من فضلك، حصل ديبولاريزيشن فولوب باي ريبولاريزيشن، حصل اكشن في البوتنشال فسموه اكشن بوتنشال. فهمت بقى ليه سموه اكشن بوتنشال؟ لان لما بدي ستيمولس بيحصل، قولها معايا بقى، اكشن في البوتنشال. ايه هو الاكشن ده؟ ديبولاريزيشن فولوب باي ريبولاريزيشن. ديبولاريزيشن بسبب دخول الصوديوم ان اتعكس الوضع، بدل ما كنا مور بيرميبل للبوتاسيوم بقينا مور بيرميبل للصوديوم عن طريق فولتج جيتد صوديوم شانل. وبعدين رجعنا تاني لعادتنا القديمه، رجعنا مور بيرميبل للبوتاسيوم فحصل ريبولاريزيشن، فحصل اكشن في البوتنشال اللي هو عباره عن ديبولاريزيشن فولوب باي ريبولاريزيشن، دخول صوديوم فولوب باي خروج البوتاسيوم. طيب تعال نتفرج. لو انا بقى بسجل ده اللي قصادك، ده جالفانومتري يا اولاد. ديورينج ريست كان جوه ينقص عن بره 90، مؤشر مش هيعور على ناقص 90. لما اديت ستيمولس، لما هدي ستيمولس اهو، ايه اللي حصل؟ دخل الصوديوم عكس الاستقطاب، خلى جوه يزيد عن بره 35، فالمؤشر طلع من ناقص 90 شاور لزائد 35. يبقى المؤشر رسم، بص بقى معايا بالليزر، رسم ascending limb بيمثل الديبولاريزيشن. وبعدين بعد كده رجع الممبرين تاني مور بيرميبل بوتاسيوم فحصل ريبولاريزيشن، رجع جوه زي زمان ينقص عن بره 90، فالمؤشر نزل تاني من زائد 35 لناقص 60. يبقى رسم descending limb بيمثل ظاهره الريبولاريزيشن. يلاحظ يا اولاد ان الريبولاريزيشن بتبقى مور سلو، هنفهم ليه، لان الشانل بتاعه البوتاسيوم الكهربائيه ابطا سلو من بتاعه الصوديوم ومور برولونجد، عشان ده في الام اس كيو مهم جدا. يبقى الاكشن بوتنشال عباره عن ديبولاريزيشن فولو باي ريبولاريزيشن. ديبولاريزيشن بسبب دخول الصوديوم، وريبولاريزيشن بسبب خروج البوتاسيوم، وده بيبقى مور سلوور اند برولونجد. طب ايه رايك في شكل الكهرباء كده؟ شكلها عامل زي الشوكه. عشان كده اهم حاجه في الاكشن بوتنشال بيسموها سبايك بوتنشال. سبايك بوتنشال. وانا عاوزك يا اولاد تبص للكهرباء دي وتحبها. طالب قال لي يعني ايه؟ هخليك تحبها. عارف جسمك كله شغال بالكهرباء. يعني العضله بتاعتك بتنقبض بالكهرباء. الغدة بتفرز بالكهرباء. المخ حينما ينضح بأفكاره ده كهرباء. عمرك فكرت لو سجلنا الكهرباء اللي بتشغل عضلاتك وتشغل غددك وتشغل مخك شكلها ايه؟ اديك لأول مرة عرفت شكلها. شكلها عاملة زي الشوكة. سبايك. بسبب ان بدل ما كان فرق جهد ناقص 90، لما دخل الصوديوم خلى جوه يزيد 35، فرسم ascending limb يمثل depolarization بسبب دخول الصوديوم. وبعدين خرج البوتاسيوم رجع ريما لعادتها القديمه، رجعنا تاني ناقص 90، رسم descending limb يمثل repolarization هو الابطا more prolonged and slow. يبقى هذا السبايك بوتنشال هو ده شكل كهربه الجسم لما سجلناها بالجلفانومتر. كهربه الحياة. العضلة حينما تنقبض والغدة حينما تفرز والمخ حينما ينضح بأفكاره، ما هو إلا spike potential. spike potential depolarization ascending limb بسبب دخول الصوديوم، repolarization descending limb بسبب خروج البوتاسيوم. أقول لك حاجة أقوى وللزملاء الأصغر سناً، حقيقة الأمر يا أولاد، حقيقة الأمر اللي بيشغل الجسم مش كل السبايك، المهم فيه هو الديبولاريزيشن.
actually reposition, ده عودة تاني الاستقطاب عشان نعمل نشاط جديد. يبقى اللي بيشغل actually الجسم مش السبايك زي ما هنعرف تفصيلات، اللي بيشغل الديبولازيشن. ودلوقتي اكدت لك انه وراء الخلق خالق، عشان كده ربنا خلاه هو الاسرع. بينما الريبولازيشن اللي هو عودة الاستقطاب مش هو ده اللي بيشغل، ربنا خلاه هو الابطا المور برولونجد. ويمكن لسبب تاني عشان نريح شوية اطول عبال ما نبتدي نشاط جديد. تمام يا ولاد؟ ده القصة. تعال بقى نحكي قصة دخول الصوديوم وخروج البوتاسيوم. الأول عاوزك تحب الصفحة دي يا ولاد، عاوزك تحب العلم. احنا قبل ما ندي ستيمولس كان في بولاريز ستيت، لما ادينا ستيمولس حصل دي بولاريزيشن وبعدين حصل ري بولاريزيشن. تمام؟ كل كهرباء مسؤول عنها تشانل. هوتشكن وهاكسلي خدوا جائزة نوبل $250,000 في التلاتة تشانلز دي. ومن المعلومات المهمة اللي اقولها لك، كل مرة بقول مادة الفسيولوجي هي الاهم في الطب، مش بس انك مش ممكن تفهم تصليح الخلل الا لو فهمت الوظيفة اساسا. المعلومة اللي هقولها دلوقتي يعني معلومة مهمة جدا. عارف معظم جوائز نوبل في الطب، وراجعها اذا كنت مش مصدق، خدوها فيسيولوجيست. الفاونديشن الاساس اللي بيقوم عليه الطب هو الفسيولوجي. معظم جوائز نوبل في الطب فيسيولوجي. ان لم تفهم فيسيولوجي فلن تفهم طب. وقلت لكم قبل كده ازاي هتصلح وظيفه اللي هو المرض وانت ما انتش فاهم الوظيفه الاساسيه بتشتغل ازاي. نيجي الاول تشانل، فاكر اللي هو البولارايز ستيت يا اولاد، قلنا مفيش مانع نقولها تاني كده في عجاله، ان هو في حالة الاستقطاب الانر سيرفيس عليه نيجاتيف اكثر للاوائل والاوتر عليه بوزيتيف اكثر. فرق جهد بنهتم بالانر، يبقى بر جوه بينقص عن بره 90 ملي فولت. مين اللي مسؤول عن دي؟ قلنا اللي هو ليكج بوتاسيوم تشانلز اللي بيسموها الانر ريكتفاينج، هنقولها في اوانيها ليه سماها هاجكن وهوكسلي انر ريكتفاينج. ليه دي؟ لان دي بتليك زي ما قلنا يا اولاد بوتاسيوم قد الصوديوم 20 ل 100 مره، فخلي البوتاسيوم يطلع، خلي بره مور بوزيتيف وجوه مور نيجاتيف ناقص 90. طيب نيجي بقى عندي تو شانلز ثانيين. الفولتج جيتد صوديوم شانلز مسؤوله عن الديبولاريزيشن، وتعالى نبتدي بيها. انا علمتك ازاي هتدرس اي شانلز، ليها طريقه كده لطيفه وجميله. طالب قال لي انت قلت لنا هم هيقولوها من الشمال لمين، احنا نقولها من اليمين للشمال. هم قالوا عليها تشانل، يبقى 100% بروتين. ادي معلومه خدت نمره، ما بيهزروش. صوديوم تشانلز يبقى لما تفتح مين اللي يتحرك من خلالها؟ الصوديوم. صوديوم بره اكتر 10 مرات من جوه، يدخل الصوديوم يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى يعمل ديبولاريزيشن. فيبقى تشانل بروتين. صوديوم لما تفتح هيدخل الصوديوم يخلي جوه بوزيتيف بره نيجاتيف، جوه يزيد عن بره 35، يبقى دي بولاريزيشن. جيتد لان لها جيتس يا اولاد. فولتج ان الجيتس دي بتتحرك بالكهرباء، فيبقى هي فولتج جيتد صوديوم شانل. وقلت لك ليها كام جيت؟ قلت لك رقم السعر بتاع الصوديوم 2. طيب تعال نبص في البول ده. انا في البولاريز ستيت اللي هو الجزء الاولاني ده الديبولاريزيشن، اللي تحت خالص الريبولاريزيشن. في البولاريز ستيت الشانل دي بتبقى قافله، يبقى الفولتج ده سؤال ام اس كيو. الفولتج جيتد صوديوم شانل قافله في البولاريز ستيت، هي عندها تو جيتس. لطالب ذكي وتملي بكلم اذكياء، ما بكلمش ناس اغبياء. انا عشان اقفل الشانل كفايه 1 جيت، انما عشان افتحها لازم افتح التو جيتس. يبقى عشان اقفلها كفايه 1 جيت، انما افتحها لازم افتح 2. فهي ديورينج ريست قافله بالاوتر جيت. خلاص؟ طالب قال لي طب انت عودتنا تفهمنا، هي ليه قافله بالاوتر؟ تصور انا فكرت فيها والاجابه سهله. هو الصوديوم اساسا موجود مين؟ بره ولا جوه اكتر؟ قال لي موجود بره اكتر. 10 مرات بره قد جوه.
يبقى الأليق هي قافلة في البلورايسيت عشان تمنع دخول الصوديوم اللي برة اللي برة، فالأليق تقفل بال أوتر جيت. طيب لما ندي ستيمولس إيه اللي بيحصل؟ بيفتح الأوتر جيت ويدخل الصوديوم، يعمل ظاهرة الديبولاريزيشن، برميابيلتي للصوديوم بتزيد 5000 مرة. واحد يقول لي بتزيد هي هو الممبرين كان بيرميبل؟ اه ولا ما انا قلت الليك شانلز اللي قلتها قبل كده كانت بتفوت البوتاسيوم اكتر من الصوديوم، مش فقط بوتاسيوم، مش حاجه مطلقه. فانت ما يفتح الصوديوم شانل فولتج جيت الصوديوم شانل اوتر جيت تفتح الصوديوم البيرميابيلتي يزيد 5000 مره، يدخل الصوديوم يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، جوه يزيد عن بره 35 اللي هو الديبولاريزيشن. وبعد ما نوصل لزائد 35 بالظبط يروح قافل ال انر جيت، بس وصلنا لزائد 35 هو المقدار اللي احنا عاوزينه، يروح قافل زائد 35. يبقى هتقفل هنا، حتى تعالى اكتبها لك، بتقفل لما يبقى فرق الجهد جوه اهو بيزيد عن بره 35 ملي فولت، 35 ملي فولت بسبب دخول الصوديوم. يبقى تاني لما بندي ستيمولس ده بيحصل ديبولاريزيشن. شوف مع بعض، لما ندي ستيمولس نورمالي وانت قاعد ثابت كده، دي اخر حته ولا ما تقلقوش، وانت قاعد بتبقى الصوديوم شانلز عندها تو جيتس، واحده على الاوتر جيت وانر جيت نورمال عشان تقفلك، فتقفل الاوتر جيت. فديورنج ريست هي قافله بالاوتر. ليه بالاوتر؟ عشان معظم الصوديوم موجود بره، فالاليق تقفل بالاوتر. لما تدي ستيمولس هتفتح الاوتر ويدخل الصوديوم، فسموا الاوتر جيت لما بتفتح الشانل بتشتغل، فسموها اكتيفيتد جيت. يدخل الصوديوم يخلي جوه يزيد عن بره 35 ملي فولت، فيحصل ديبولاريزيشن. اول ما نوصل الرقم ده بالظبط يروح قافل الانر شانل. يبقى امتى الشانل بتوقف شغل؟ لما الانر تقفل، فسموا الانر ان اكتيفيتد جيت. يبقى بتشتغل لما الاوتر تفتح وتبطل شغل لما الانر تقفل. طيب قال لي ما عندكش طريقه تحفظها لنا بيها، انت قلت لنا رقم الساعه في الصوديوم 2 حلو، طب في اوتر وانر، مين فيهم اكتيفيتد ومين ان اكتيفيتد؟ برضو بالسمع يا اولاد، الان انر 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 هي الان ان 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 اكتيفيتد، انما الاوتر تبقى هي الاكتيفيتد. وحتى شرحتها لك مش بس بالحفظ، ليه هي نورمال ديورنج ريست الاوتر هو اللي قافل؟ عشان هي عاوز تمنع الصوديوم اللي بره من انه يدخل، فالاليق الصوديوم بره تقفل باللي بره، فهي نورمال دلوقتي عندك وعندي ديورنج ريست قافله باللي بره. لما ياخد ستيمولس هيفتح الاوتر يدخل الصوديوم، يبقى مين اللي شغل الشانل؟ الاوتر، فسموها اكتيفيتد جيت. لما يخلص الشغل ويحصل ديبولاريزيشن مين هيوقف الشغل؟ هيوقف الشغل الانر اللي هي الان اكتيفيتد. تمام؟ طيب نقطة جميلة كده، نيجي بقى للتالت فصل اللي هو الريبولاريزيشن. مين مسؤول عنه؟ فولتج جيت بوتاسيوم شانل. يبقى كل فصل زي ما بقول الكهرباء بتاعة النيرف مسرحية من ثلاث فصول، بولاريز ستيت، ديبولاريزيشن، ريبولاريزيشن، مسؤول عنه فولتج جيت بوتاسيوم شانل. طيب قال لي انت علمتنا تشانل، قولها انت، يبقى تركيبها ايه؟ بروتين. الناس دي ما بتهزرش، بوتاسيوم، يبقى اما تفتح تفوت بوتاسيوم بس. جيت يبقى عندها جيت، رقم الساعه بتاع بوتاسيوم عندها جيت واحده بس. طب جيت واحده اللي حطها بره ولا جوه؟ فكر انت بنفس الذكاء، هو البوتاسيوم اساسا جوه ولا بره؟ ما هو وراء الخلق خالق يا جماعه، ده هكتبها دي في المقالات. البوتاسيوم اساسا جوه، فربنا خلى الجيت البوتاسيوم اللي عنده جيت واحده تبقى جوه عشان تمنع خروج البوتاسيوم. بتتحرك بالفولت، فما ادي ستيمولس هيفتح الانر جيت، يخرج البوتاسيوم، يرجع تاني بره بوزيتيف كما كان وجوه نيجاتيف، فرق الجهد ناقص 90 اللي هو الري بولاريزيشن. خلاص. وهذه البوتاسيوم شانلز قلنا ابطا سلور اند مور برونجد، وهذا القصد الهي. ليه؟
لان ربنا عاوز نعمل depolarization followed by repolarization. طب هو مين اللي بيعمل depolarization؟ voltage gated sodium channels. وبعديها هيحصل repolarization. فربنا بيشغل الصوديوم الاول ثم البوتاسيوم. يبقى لازم البوتاسيوم تبقى slower و more prolonged. ده الفكرة. تعالوا بقى اولاد اقول لكم حاجة جميلة قوي قوي ومفاجأة وهننهي بيها. انت قلت ان وراء الخلق خالق حتى في مجموعة مقالات. هو ليه ربنا عمل 2 gates للصوديوم 2 gates للصوديوم 1 gate للبوتاسيوم؟ انا همثلها دلوقتي قصادكم. ده الصوديوم normally during rest قافله بالاوتر وده الانر جيت. لما ناخد ستيمولس بيحصل ثلاث احداث: تفتح الاوتر يدخل الصوديوم يعكس الاستقطاب جوه بوزيتيف يزيد عن بره 35. اول ما يوصل زائد 35 تروح قافله الانر. تمام. وليه ربنا حط 2 جيتس؟ ليه ربنا ما عملهاش تفتح يدخل الصوديوم وبعدين تقفل؟ كانت تبقى بطيئه جدا. واحنا قلنا ربنا مستعجل على الديبولاريزيشن، الحياه كلها بديبولاريزيشن. فحقيقه الامر في نفس الوقت اللي الاوتر بتفتح بيكون الانر بتقفل بفارق زمني للزملاء الاصغر سنا، مش عليك، 1/10,000 من الثانيه محسوب يدخل فيه كميه صوديوم تعكس الاستقطاب من ناقص 90 الى زائد 35. فربنا الديبولاريزيشن هو مستعجل عليه. قلت العضله حينما تنقبض بالديبولاريزيشن، الغده حينما تفرز بالديبولاريزيشن، المخ بالديبولاريزيشن. فربنا حط 2 جيتس للصوديوم في نفس الوقت اللي بتفتح الاوتر بتبقى الانر بتقفل في تزامن مقدار 1/10 ثانيه يدخل كميه صوديوم تعكس الاستقطاب. بينما ربنا مش مستعجل على الديبولاريزيشن، بالعكس عاوزين نريح شويه قبل ما نبتدي نشاط جديد. فعش كده حط جيت واحد يبقى بطيئة مش. وده قصد إلهي إن ربنا عايز الريبوزيشن يبقى أبطأ ومور برولونجد، نريح. وان جيت هي اللي بتفتح هي اللي بتقفل، إنما هنا دي بتفتح ودي بتقفل، دي اكتيفيتد ودي ان اكتيفيتد، الإنر هي الإن اكتيفيتد. أقول لك حاجة، أنا بقول لما بندي ستيمولس التلاتة جيتس الاتنين بتوع الصوديوم والبوتاسيوم بيبدأوا في آن واحد ولكن في تقاطر. أول واحدة تشتغل الأوتر بتاع الصوديوم فيدخل الصوديوم يعمل ديبولاريزيشن، تاني واحدة تشتغل الإنر بتاع الصوديوم تقفل توقف الديبولاريزيشن، تالت واحدة تشتغل الإنر بتاع البوتاسيوم تخرج البوتاسيوم تعمل ريبولاريزيشن. يعني بيمشوا إن سيكوينشال. يبقى الصوديوم عنده 2 شانلز والبوتاسيوم 1 شانل. ترتيب الحدوث لما بتدي ستيمولس صدق ولا تصدق، التلاتة فولتج جيتد بيشتغلوا بالكهرباء مع بعض بس بسرعات مختلفة. أسرع واحدة الأوتر بتاعت الصوديوم الأكتيفيتد يدخل الصوديوم يعمل ديبولاريزيشن، ثم نوقف الديبولاريزيشن بالإنر بتاعت الصوديوم الإن أكتيفيتد الإنر، ثم تفتح البوتاسيوم الإنر يخرج البوتاسيوم يعمل الري بولاريزيشن. التلاتة تشانلز. عيب يا أولاد، احنا عاوزين نعرف المعلومات البسيطة عنهم، انما هوتشكن وهوكسلي مش عرفوا ده. هم اكتشفوا تشانلز حاجة اسمها فولتج كلامب تكنيك وخدوا جائزة نوبل في اثبات ازاي ربنا بيعمل الكهرباء بثلاثة تشانلز مسؤولين عن المسرحية من ثلاث فصول. فصل الاول بولارايز ستيت. تعال نتفرج بقى على البولارايز ستيت. في البولارايز ستيت كل حاجه هقولها دلوقتي سؤال ام اس كيو. ما وضع الفولتج جيتد صوديوم شانل فولتج جيتد بوتاسيوم شانل في البولايز ستيت؟ دول ما بيشتغلوش غير مع الاكشن بوتنشال، فبيبقوا هما الاثنين قافلين. ده سؤال ام اس كيو. ديورينج الريستنج ممبر بوتنشال بولايز ستيت بوث فولتج جيتد صوديوم شانل وفولتج جيتد بوتاسيوم شانل ار كلوزد. سؤال ثاني داخل السؤال الاول. طب كل واحد قافل ازاي؟ الصوديوم قافله بالاوتر جيت. وفاهمين ليه؟ لانها هي بتمنع دخول الصوديوم اللي بره فالاليق تقفل باللي بره. والبوتاسيوم ما عندهاش غير 1 جيت بس ربنا حطها فين؟ جوه عشان تمنع خروج البوتاسيوم اللي هو اساسا اكتر جوه، فيبقى الاليق تبقى جوه. يعني عارف انك تفهم انه وراء الخلق خالق تبقى المعلومات زي الميه. نورمالي الفولتج جيتد صوديوم والفولتج جيتد بوتاسيوم شانل دول بيشتغلوا مع الاكشن بوتنشال، ما اشتغلوش دورينج ريست.
فالاثنين قافلين. تقفل الصوديوم بايه؟ انت تفكر الصوديوم بره بقفله بالاوتر الاليق، وقفل البوتاسيوم بايه؟ بالانر. بس يبقى فاهم البوتاسيوم ما عندوش غير الانر. امال مين اللي فاتح في البولاريز ستيت؟ اللي هي الليكج بوتاسيوم شانل. وعارف ليه فاتحه؟ لان مفيش جيتس ليكج، وبتسرب بوتاسيوم اكتر من الصوديوم 20 100 مره، فالبوتاسيوم بقى بره بوزيتيف اكتر وجوه نيجاتيف ناقص 90. ادي البولاريز ستيت. نيجي بقى لما نعمل دي بولاريزيشن يا اولاد. لما ادي دي بولاريزيشن يحصل اتي. الاول يفتح الاوتر فتشتغل الشانل، عشان كده سؤال ام اس كيو سموا الاوتر هي الاكتيفيتد جيت، فيدخل الصوديوم فيخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، جوه يزيد عن بره 35. اول ما يوصل زي 35 يقفل الانر. حقيقه الامر مش اول، هو في نفس الوقت اللي بتفتح الاوتر بيكون الانر بتقفل. في الواحد على 10000 بالثانيه بيدخل كميه صوديوم محسوبين يعكسوا الاستقطاب لزائد 35. يبقى اشتغلت لما الاوتر فتح اكتيفيتد جيت، وبطلت لما الانر قفل ان اكتيفيتد. الانر هي ان اكتيفيتد. وفي بعدين بعد الدي بولاريزيشن عاوزين ريبولاريزيشن. مين اللي بيعملها؟ الفولتج جيت بوتاسيوم شانل. خد بالك بقى سؤال بمليون جنيه. احنا قلنا الثلاثه تشانلز بيفتحوا مع بعض، فانت ما بتدي ستيمولس اللي عمل الدي بولاريزيشن في فتح الصوديوم تماما، وكانت البوتاسيوم ابتدت تفتح بس بطيئه. عشان كده ده واحد من اصعب الاسئله. في اثناء الدي بولاريزيشن بيحصل ايه للبرميابيلتي للبوتاسيوم؟ بيحصل ايه للكوندكتنس للبوتاسيوم؟ برميابيلتي زي كوندكتنس في الام اس كيو، انتقال. بيزيد، بس بيزيد للصوديوم بما لا يقارن. واحد من اصعب الاسئله. في اثناء الدي بولاريزيشن الاثنين فتحوا، بس دول فتحوا تماما ودول ابتدوا يفتحوا لانهم بطاء. يبقى البرميابيلتي ديت للصوديوم ثم صوديوم ثم صوديوم ومعاهم شويه بوتاسيوم. تمام؟ ده في الدي بولاريزيشن. قفل الصوديوم. نيجي بقى للري بولاريزيشن. كان فتح تماما بوتاسيوم وخرج البوتاسيوم، عمل ري بولاريزيشن، رجع تاني جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف والفرق ناقصين. وعندي طريقه بقى الحفظ دي هحتفظ بيها للمحاضره الجايه، ورسمه رائعه هتخلي الكلام ده تحفظه النوت تايم. وممكن طبعا تروح المحاضرات الاساسيه هتعرفها انا عملتها ازاي. يبقى بقولها يا اولاد بطريقه لطيفه. عندي الكهرباء في النيرف مسرحيه من ثلاث فصول، قبل الاعطاء المؤثر دورينج ريستنج ممبر بوتنشال. اما اديت الاستيمولس حصل دي بولاريزيشن بسبب الصوديوم ثم ري بولاريزيشن بسبب البوتاسيوم. كل واحده لها ديكور معين، شانل معين. يعني البولاريز ستيت بالليكج بوتاسيوم شانل، الدي بولاريزيشن بالفولتج جيتد صوديوم صوديوم شانل، الري بولاريزيشن بالفولتج جيتد بوتاسيوم شانل. ولا تنسى هما ثلاثة تشانل بس بطالين، بس البوتاسيوم والصوديوم. وقالها لك بطريقة حلوة. احنا قلنا البوتاسيوم مسؤول عن البولاريز ستيت، ومسؤول برضو عن الريبولاريزيشن. يبقى حلو، يبقى البوتاسيوم عن البولاريز ستيت والريبولاريزيشن، بس التشانل غير التشانل. هنا كانت نون جيتد ليك تشانلز، انما هنا كانت فولتج جيتد بوتاسيوم تشانل. اما مين اللي مسؤول عن الدي بولاريزيشن، عن الريفرس بولاريتي العكس؟ العكس، يبقى الصوديوم عن طريق الفولتج جيتد صوديوم شانلز. هقول في عجاله ثلاث كلمات على كل واحده ونقفل بكده يا اولاد. تعرف ايه عن الليكج بوتاسيوم شانلز؟ شانل بروتين بتفوت البوتاسيوم 20 100 مره قد الصوديوم، ليك يبقى نون جيتد. لما بتفوت البوتاسيوم بتخلي بره بوزيتيف اكتر من جوه، جوه ينقص 90 عن بره، وهو ده البولاريز ستيت. طيب في اثناء البولاريز ستيت ما هو وضع الفولتج جيتد صوديوم والفولتج جيتد بوتاسيوم شانل؟ سؤال ام اس كيو. الاثنين قافلين. سؤال ثاني داخل السؤال، طب الصوديوم قافله بمين؟ الصوديوم اساسا بره، يبقى تقفل بالاوتر جيت وهو الاليق، والبوتاسيوم اساسا جوه الخليه يبقى يقفل بالانر جيت وهو الاليق، ويا ما عندهاش غير جيت واحده فربنا حطها على جوه. طب نيجي في اثناء الدي بولاريزيشن يا اولاد. ما بدي ستيمولس الاثنين جيتس بتوع الصوديوم بتوع البوتاسيوم بيتحركوا مع بعض في البدايه بس بسرعات مختلفه. اسرع واحده تفتح الاوتر بتاع الصوديوم فتدخل الصوديوم، فسموا الاوتر هي الاكتيفيتي. في نفس الوقت كان بيقفل انر، قفلت بعد ما فرق الجهد بقى زائد 35 وقفت، فسموا الانر هي الان اكتيفيتي. يبقى الصوديوم عنده تو جيتس، الاوتر هي الاكتيفيتي والانر هي الان اكتيفيتي. سؤال صعب، طب في اثناء الديبولاريزيشن وات اباوت الفولتج جيتد
بوتاسيوم شانل. الطالب العادي يقول لا قافل، لا ابتدى يفتح اهو، سام شانل فتح. البرميابيلتي البوتاسيوم في اثناء الديبولاريزيشن بتزيد، الكوندكتنس بوتاسيوم بتزيد، بس بتزيد للصوديوم بما لا يقارن. ده من احد اصعب الاسئله، بيزيد صوديوم وبوتاسيوم، بس صوديوم 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 ثم بوتاسيوم. باي ذا تايم قفل الصوديوم بالانر كانت فتحت البوتاسيوم، فخرج البوتاسيوم خلى بره بوزيتيف جوه نيجاتيف ناقص 90 ملي فولت اللي هو ريبولاريزيشن. ولا تنسى البولاريز ستيت والريبولاريزيشن مسؤول عنهم البوتاسيوم، في الاولانيه من خلال الليكج بوتاسيوم شانل، والثانيه والثالثه من خلال الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل عندها 1 جيت، لان ربنا مش مستعجل على الريبولاريزيشن، عاوزنا نريح. هي اللي بتفتح اللي بتقفل، بينما ربنا مستعجل على الديبولاريزيشن المسؤول عنه الفولتج جيتد صوديوم شانل اللي هي عندها 2 جيتس. فاكرين يا اولاد عندها قلنا جيتس في نفس الوقت، اللي دي بتفتح دي بتقفل بزمن 1/10 ثانية يدخل كميه صوديوم تعمل ديبولاريزيشن، واخر واحده تفتح لابطائهم البوتاسيوم الانر تخرج البوتاسيوم تاني تعمل ريبولاريزيشن. ربنا مستعجل على الديبولاريزيشن. ان العضله عندما تنقبض والغده عندما تفرز والمخ حينما ينضح بافكاره، ما هو الا ديبولاريزيشن، فولتج جيتد صوديوم شانلز، تو جيتس، الاوتر اكتيفيتد والانر ان اكتيفيتد 1/10 ثانية. وبعد كده نعمل ريبولاريزيشن عشان نعمل اكتيفيتي ثانيه، مين المسؤول عنها؟ الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل اللي عندها جيت واحده. طب الاليق نحطها فين؟ بوتاسيوم جوه، يبقى على الانر. تمام. عشان كده الريبولاريزيشن بيبقى سلوور مور برونجد، ربنا مستعجل على دي. ولا تنسى الثري جيتس بيشتغلوا مع بعض الثلاثه، فعشان كده بتوع الصوديوم الاول ديبولاريزيشن يسبق الريبولاريزيشن. واحد من اهم الموضوعات وصعب جدا للي ما يفهمش، اللي يسمعني مره ومرارا وتكرارا هيلاقي الموضوع سهل. وفي النهايه اولاد بشكركم على حسن انصاتكم، وأتمنى أكون أفدتكم، ونلتقي مع المحاضرة الثانية في النيرف في نهاية الأسبوع أو في الأسبوع القادم بإذن الله. وأتمنى لكم يعني أسعد الأوقات وأطيب الأمنيات، وأشكركم. ولا تنسوا أولادنا هذه المحاضرات لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أبو الريش، فيعني رسالة صغيرة تبعتها بحاجة تفهم ما بتقدرش تجيب بيها أي حاجة، لكن هتبقى عون كبير، لأن البحر عداده من نقاط، وزي ما بقول ما استحق أن يولب من عاش لنفسه. أنا بحاول الحاجة اللي عندي أديها لكم، وأنتوا تدوا الآخرين، وهكذا تتواصل الحياة، إن احنا نعتني ببعضنا البعض. فما تنسوش الأطفال في بعضهم معدمين ما عندهمش حاجة، أنتوا اللي تقدروا تساعدوه. المحاضرات دي لصالحهم يا أولاد، تنساش يمكن الحاجة الصغيرة دي ربنا هيثيبك عنها ثواب كبير جدا. شكرا، وألقاكم على خير.